السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل ما نبدأ الفيديو تنسى اللايك والاشتراك. مقطع جديد مع شباب فالكونز. صادق صادق، العيال تو مصاحين، توني مصاحين وانا من النوم. مقطعنا اليوم يا جماعة الخير، قررت انا انه اعيش 24 ساعة بدون جوال. خلاص انت ايوه تكفى. ترى اسمع، انا اعطيتك امس الاكيد واليوم ندمت. ايوه اصبر صاحي دحين طيب والله اني ولكن اقنعت العيال بطريقتي الخاصه انهم يصبرون معي، لكن الصدمه ورب الكعبه مو بهنا. الصدمه يا جماعه الخير انه بنجرب نعيش بدون جوال 24 ساعه مو بهنا. قريه تبعد عن الرياض ساعتين خط. قريه كتمه حر بدون جوال. راشد اقسم بالله منك بشره ورب الكعبه اللي انا ما اعرف المكان والله. ايش اسمه؟ قريه كده تبعد. وش اسوي بقريه بدون جوال؟ يعني انا ترى كان في بالي في الرياض ابى افلع ابى اطلع بقريه. مكان جديد، مكان جديد. انت قلت 24 ساعه اللي انا اعرفه مكان تراثي والله. الله، وراح نتعرف على بعض اكثر. الله يزقى قلب تصير اخر علي والله. راح نتعرف على بعض. ما ابي ما اعرفك انا. خلاص خلاص والله. طيب قبل اطلع المقطع يا جماعه الخير، فواز والمكسيكي قلت لهم الكل مشترك ريال لكم، لانهم ما قصروا معي لكن رفضوا. عشان كذا رجعت البيت وحبيت اصور لكم المقطع هذا. باذن الله اي شخص بيشترك بيكون ريال برصيد فواز ومكسيكي. جبنا 20,000 مشترك في المقطع هذا، 10,000 ريال مكسيكي و10,000 ريال الفواز. وما راح انساكم برضو من مبلغ المشتركين اللي هو كل مشترك ريال، وراح يكون المشتركين بلاي ستيشن 5 برو الجديد الواحد منكم اللي اشترك الان. مجرد انك تكتب كومنت تحت انت كذا دخلت السحب، والمقطع الجاي باذن الله راح نعلن عن الفائز. واليوم يا جماعه الخير يوم 30 اللي هو اخر يوم لوجبه فالكونز في كودو. اللي ما جربها اطلبها الان، اشتراك ولايك، استمتع بالمقطع. يلا ايش يلا؟ لا يا عيال ركزوا معي. مو الحين والله ما بجاهز. اسمعوا خليني بقول لكم شيء، الجولات هذه ما حد راح يمسكها ابدا. عندنا جوال واحد كشاف للطوارئ فقط بس. باخذه بلعب الدوده. والله اي شيء بتسلى هناك ترى ما في شيء. ما في سلى معنا، احنا معك معك رجالين. وش رجالين؟ وش الفعاليات اللي مسويناها؟ عطني. ايوه علمك علمك كيف تمشى. ما نعلمهم الحين دي حق. ما في مشط هناك، انت بتوقع في مشط هناك؟ ورانا خط ساعتين بسم الله. مشينا بسم الله. رايد 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 من جد. لحظه ايه من اللحظه دي الخطه امشوا دي خلاص الجوالات. طب اسمع امش بس ما في جوال. عيال ركز معي، انا كنت والله ما اعطيك الجوال من الاخير والله. صح تبكي يا الله يا الله. اريد اقول لي ما في كشاف. هلا يما 3 دقائق قدامك بس. يلا يلا انا داخل الدوره. انا هذه مو دوره، هذا اقوى من الدوره. تصور اعطيتني كلمه رجال انه 24 ساعه نعيش مع بعض. اي نعيش. سمعت ما تقدر في الدور بدون جوال؟ بدون جوال والله. اي هذه ما فيها كلمه رجال. انت اللي لفيت الدور. ما عليه ممنوع احد تربط فيهم والله بطفيهم. يلا مشو 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 يلا مشو يلا. ايش العفن ذا؟ يلا 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 الله عشان كبر السن. انا كبري ترى زليت كبري مرتين يقطع ام القار. لازم نحترمه ترى زليت. اول دق عليه الساعه 3 قال لي تعال نسولف، فجانا مجلس زليت. اي الحين هذه الحركه زلت ثانيه. شوف شوف القيض. اوه طين. يلا 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 يسيح هناك. واو ايش هذه؟ افتح ما تجي ذي. يا عيال اسمعوا القريه اللي بنروح لها انا سمعت انه في ثعابين وزي كذا، فطلع لك ثعبان طع اذبحه وكمل نوم. ترى انا طين بدون جوال 24 ساعه قلنا اوكي تمام. فوبيا اشياء زي والله. طيب والله قسم بالله والله اني ما قد جيت المكان هذا اقسم بالله العظيم. ما ليش تقوم تعطينا التنبيهات هذه؟ انا احب خاطر انه نجرب 24 ساعه. نطلع مين نطلع مين خاطر خاطر حالك يا اخي. انه انا اسمع انه بمكان ايش؟ مكان تراثي ايام زمان. لدغه ترقد تموت خلاص. ما ترجع تموت زي زمان عادي ترى. انا ما ترى ما دانيها ترى. انا بقتله بشوفه قدامي. انت بتشوفه بتقتله. انا بشوفه. انت ما بتشوفه. انا بشوفه بتحول في مكاني. انت ما راح تشوفه. ما يمديني اساسا اقوم يعني مسافه القوم بالدغني. ما راح تشوفه. انت ما لابس. الا ما عليك بشوفه بحسبه. انت ما زي طولك شوي. بقول لكم شيء يا عيال، ما في سراير طبعا. النوم على الارض حلو. انا حجزت بالنص. انا حجزت بالنص زين. انا عند المكيف. انا بالنص ما ابغى. عشان اذا جات ذبان ندق بالنص. في مكيف اصلا؟ ازب في مكيف ولا مروحه؟ تبغى تعيش الخطوره على حسنا. لا مالي مالي عادي. وسع صدرك وسع صدرك وسع صدرك. يعني طقت ذي الكتف يعني خلاص يعني موافق؟ لا ما وافقت. طيب عيال فطور فطور.
فطور 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 يلا بسم الله. اقرب شيء اقرب شيء على خطنا على خطنا يا فطور بسيط يلا انزل هذا موقف. اوكي انزل يلا 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 انتم انزل اقول انزل بتروح بسيارتي؟ لا والله ما اروح بسيارتك بجلس ريحة بيت تفطر جوا يلا امشي. قوانين السفرة تسمع كلامي 24 ساعة انا اتحكم فيك ترى ما تقول يلا بناء على ايش؟ مين اكبر؟ يلا يلا يا عيال يلا زلقت بنص الطريق اوه في شيء ما يدري عنه يلا لازم افجرهم مو كل طريق انا بسوق لا 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 اقول عاد اسمع اسمع كبير سن واحترمتك وبدون جوال احترمتك بقعد مصمم هناك واحترمتك لك اسوق لا خلاص مكسيكي الله حبيبي ماني بسايق حجر ورقه مقص ما في حجر ورقه مقص قدك كذا ما في السلام عليكم هذه ابو فيها في كرسي انا يا فنجس مكسيكي وقف في حق اطفال كرسي السلام عليكم ورني ورني ايش موجود هنا الله يا عمري يا عمري يا عمري هذا وشو ما في طيب وش في موجود تسمم موجود هذا موجود الباقي مو موجود عيال عيال كبدة ودجاج انا باخذ فلافل وبيض والله لا في الام الثقل اي انت نعم هي عطني واحد كبده جبن واحد شكشوكه جبن انا سلام. انت انا واحد شكشوكه جبن واحد فلافل ليش هذا هنا ما فاضي يا اخوي واحد كبده واحد فلافل بيض شكشوكه ايوه وعصير برتقال عشان مره واحده ايام الزمن الجميل يا سلام الله فل عرقان يلا لا والله لا والله والله انت تجلس في مكاني والله انت تجلس في مكاني قلت هم لا 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 مكسيك لا والله انت لا 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 والله والله انت تجلس هنا حلف ما اقعد حلف بالله ما تقعد واقف لا والله والله انت تجلس اجلس هناك هذا عمره 34 لا لا صح انت اصغر واحد بيننا يا مروح قم اصغرنا قم 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 كل نتفق اتفاق المقطع كامل الصغير يحترم اللي اكبر نعم لا اتفق والله مش ذا بعصطي ما عاد اقدر انا استفي يلا تفل عليه ما ها فزلك قفل كام لا 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 ايه كيف بنحاسب جوالاتنا ليش كيف بنحاسب الجوالات كيف صح ايه ايه المصور معك بطاقة تكبر مع مع هذا معك كاش جدي معك كاش الجويد قوم انت والله ما تقعد مفطرك وجالس والله ما تقعد بالذل ما ابغى فطورك انت مغصوب على فطورك انا ماني مروق والله هذه ماني مروق لازم اكل اذا اكلت بروق بيض الله وش لحظه وش دي 200 والله شكلها كذا اول مره اشوفه اي ما عمرك شفت كاش انت ما عاد يستخدم كاش الا هو انا استخدم كاش والان في الزمن الجميل ابو نعم راح اشوف الكاش كله يا سلام هي انا طيب اقول لك شيء اقول لكم شيء ورب الكعبه احس انكم تستمتعون مره والله انا صدق انا احب الحركه مبشر بداية انا جعانين ما كلنا تونا صحيح صح اكيد ناكل ونروق تمام اسمع اسمع انا احنا ما نحب الكذب هذا اكل جالكسي في المقر ما احب لازم اصحصح شوي اي اي قلت انا ما اكلت اكلت انا ما ادري قبل في مفاجات برضه ابيض انا عادي يوم وطني الناس تاكل اي شيء فاجئني الحين خذ جوالي حاسب الجوال جالكسي ايوه اسمع تقدر هناك تشوف احتفاليات بيوم وطني مره فخمه ولا يمديك تصور بالجوال شو يتصور هنا مره انا طفشت اول نص ساعه عيال رب الكعبه بس بس بدي اضغط جوال بشوف تغريده وش قالوا الناس نفسك انا ترى كتبته على طول انا اتوقع ما حد ما في البدايه لما قام الناس تخاف عليك انا بشوف هل في احد زعل عنك لا لا انا جمهوري كلهم يقولون ايه اما متعودين عصير كبس حرقان فل يا وحش روح ايه لا 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 انا حمضيات اما الزمن الجميل ليش تغير كلامك حمضيات طيب ما عندهم حمضيات قبل 50 سنة هلا عندهم ابوك كوك بس ما فهمت هناك في بقالات قديمه بعد عشان كذا ما ناخذ من هنا نبدا من بدينا بدايه لا لا تعاقبني شو تعاقبني هذا انت اللي تفكر كذا لا تاخذ عشان ما افلم عليكم ونخسر بعض المقطع بدون جوال بس ما لكم دخل زمن جميل ما زمن جميل لا يعني مزاجي انا اقول عيشكم الجو الزمن الجميل هناك طيب ما عندي مشكله زمن جميل حتى في الاكل لا 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 اسمع لا تاخذ حمضيات لا تاخذ حمضيات بلغم برتقال لا ما حتى نكسيوم ما جبت اسمع برتقال هذاك زمن جميل ما في نكسيوم في برتقال خيط كبس شوف الضايع الله هذا يا الله مصفطها اكيد بتضيع يا اخي وضع الفلوس طيب ها
احول لك رقم حسابي؟ ايه احول لك كل شيء. لا لا يلا. اسجل عليك. يلا. انا حاضر. يلا كل شوي ضيق صوتك. كل شيء على حسابي، سكن، اكل، شرب، كل شيء. كذا بديت سكن شوي. كل شيء على حسابي. بديت ارضى قليلا. مره. هذا هو دور الشخص الاكبر. يا اخي شوف ترى كذا ولا كذا احنا بنرضى بالامر الواقع الصراحه. ايوه والله ما عندنا كذا. ترى اول ساعه بتنفسون بعدين لازم تخوض. اول ساعه؟ ايوه يعني بنفس من الان. بعدين اذا اكلنا وكذا ورحنا هناك بننحد على بعض 24 ساعه من نفسين غلط. لازم يلا حبيبي فواز تحب راسي اجي اقول الله يسامحك. ها ها وصلت كثير. طيب يا كبير والله ما اقدر اتحمل يا عيال والله تمج الزمن القديم ما عندهم ثلج اول صح؟ ما عندهم صح اشرب ورب الكعبه لو تقربني لا احطه بحلقك والله الله يعطيك العافيه كيف اقسم بالله ما تقول والله يلا السؤال الحقيقي هل بنخسر بعض ايه؟ في هذا المقطع ايه؟ لا ما نتعرف يعني هل تتوقع ان نظرتنا انا والمكسيكي راح تتغير راح نتعرف على بعض نسولف نحتفل باليوم الوطني جبت البياض ايه ممتاز ترى خلصنا من 10 دقائق بس بتسين ننتظر الوحش الوحوش اللي هنا يقدر كلها يقدر يطعن فيها لانه يا ابسه يبسط خلاص حاب تبل ريقك لا زياده عشان ترطب يعني شو مريحته جالس اسوي الشباب هذه اول نص ساعه تقريبا او اول ساعه بدون جوالات بديت اهوجس هذا شيء غلط في اشياء بديت افكر فيها قبل ما كنت افكر في رب الكعبه الفتره هذه انه هو ياكل ترى المفروض ما ازعل انه طول ضغط الجوال يزعل الحين احس اني جالس وقتي يروح بشكل والله العظيم قاعد احس بالوقت يلا 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 يلا, يلا. اصبر يا اخوان ساعتين ونص خط يلا الحمد لله اخرتونا يا اخوان بالعافيه اخرتونا يلا يلا بسم الله توكلنا على الله يابس وما تخلق قوم بدايه يوم جميله الحين والله فتحت الحين بدي اتقبل الا صح هلا يؤمنون بالله ورب الكعبه اني قاعد ادور جوالي قسم بالله نفسك نفسك كل ما هذا خبط يدي تؤمنون بالله يعني ترى مقطع جامد وللحين خرعنا هذا شيء لمويتكم انا اللي يبغى مويته ياخذها ترى والله والله ما اخذها ما اخذ مويته انا عطني شيء مويته هذا حق مين رايد حق المصور وين رايد مويتك طيب رايد بسوق والله ايه 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 يلا مستحيل انت بالطول ذاك مره مبعد انت مره بعد ترى اقدر انسدح مره بعيد طب اسمع اعترف لكم اعتراف يا اخوان انا انحشرت ورا عشان كذا قررت اسوق مرتاح كرسي لي وانا الصراحه انا وافقت شوف انا وافقت ليش يا اخي اقسم بالله حاطه بمخي انه اضغط الجوال وكذا انا قاعد تلفت تمزح والله العظيم انا جربت المشوار اللي قبل شوي اقسم بالله اني حاطه بمخي اني ارتاح الحين بقعد هوجس ماني مركز بشيء سولف علي الحين سبع سوالف سولف انا بمعطيه وقت تكون بنت مصور يربط الحزام بقضي الوقت ها بتنام صدق طبعا لا 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 ما تنام ايه ما تنام يا خلي ينام خلي ينام ينام اي هنا خلي ينام ما عندي مشكله خلي ينام هنا انا ما ابغى نوصل هناك تنام كاكسي ليش ما تبغاني انام ليش انت انا اسوق وانت نايم والله بكيف معي حريم انا السواقه سولف ما له دخل لا لا سولف شيء مزعج المصور ما ربط حزام الامان جدا المصور راح اوقف وتربط حزام الامان الان عشان ما اوصل عليك يلا تعرف هذه وش حقته؟ لا ايوه بنزين توفير بنزين انا وشو؟ اي مو اي بلس اي يعني يعتبر جيد سولفوا معي سولفوا معي تسولفون ورا حبيبي انت سواقنا سواقنا يلا سوق صديق يلا صديق روح هاي وجع يوجع ماني بقايل يا عاد مصور رغم غيب ابد معليش 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 جاك شيء؟ معليش السواق تو جاي من سريلانكا فتو يتدرب معليش معليش والدنيا كذا تيك توك ما ادري تك تك ما ادري طيب في فكره حلوه النوم والله شكلي بعزز سولف لي ابغى 10 صور يا اخي ايه ايه لا احد ينام مش ليش لا احد ينام؟ سولف لنا يلا انت تسوق سولف لكم انا طيب عطني موقف صار لك مو انا سولف ذي مو تقول عطني 10 موقف انت سولف لي عطني موقف انا ما ابي سوالف ابي نوصل الحين السوالف لو وصلنا
رايد رايد اسمع جوالي طنطن تكفى. ايش جوالي وش تبيه معك؟ ما صار لنا ساعتين. اسمع اسمع انا داري 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 وانا جالس هوجس الحين تعبت ان انا عندي الحين اليوم الوطني ترى وعندي شغله لازم اسويها اليوم اليوم الان الان واغرد برضه انا يعني بحث في اليوم الوطني. لا تحرمني من ذا الشيء تكفى تغريد جوالك تشاوري. ايه اسمع اسمع خمس دقائق كلنا دقيقه اجل انا بعد بغرد عن اليوم الوطني كل واحد خمس دقائق خمس دقائق واسحبهم بس انا بغرد عن اليوم الوطني اللي بيغرد عن اليوم الوطني اي لان خلاص ما 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 ودي اسمع وضع سجل خل جوالات والله العظيم لا ورب البيت لا جوالي الازرق انا جوالك يدق انا نادر فواز نادر الحين اوه ايش عندكم بس ساعه والله اني ادري صح طبعا الان تلقى المجتمع الحين كلهم ليش ب 24 ساعه ليش ليش يلا يلا اصبر عيال باقي دقيقه انا بس بغرد التغريده هذه ثواني بس والله ثلاث دقائق اصبر كذا وضعكم يوم اخذتم الجوالات والله العظيم يلا اصبر في 60 انا فتحت جوالي فيه مليون حاجه الحق عليها زح هذا اصبر بعد مرور ساعتين الحمد لله وصلنا تقريبا باقي لنا خمس دقائق والذيباني شاخر والقائد ما شاء الله صامت والله يا جماعه فيني نوم والله والله يا الرجعه اني ما امسك الدركسون لو ايش ليه لا لا محمد لا تكفى لا 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 لي ساعتين انا هذا من ورا نايم سادح انا ماني نايم ترى بس اني قاعد افكر كذا حتى بستكمل. يرمي يرمي سالفه كذا من بعيد انا اعطيه ايه تمام 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 ما في ما في ما في الا حنا في هناك تريلا ما ادري وش حنا الان نتوقع حنا الان بسدير بسم الله بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك فوزي والله مطب ما شفته عكس في النور عارف نظارة هلا وصلنا سلم وصلنا يا مروح ايه ايه نايم الوقت كله هي شو اصلا اصلا مكان واضح انه مرتب شوف كيف صدق يفتح النفس هذه قرية مرتبة صح ايه شوف البيت الحين انا متحمس مرة شوف البيت اليوم بيت تراثي ما ادري عاد يعني. تكني في الديره بس تحديث تعبت يا رايد ما عليه ما عليه ما عليه والله تعبت تعبت والله وصلنا وصلنا لا يعني تعبت اي باقي نروح نحتفل الحين نروح بعد ما ارتحتم عطني شوي طيب اقلت يلا خليك تريح شوي سبع دقائق فواز حلل حلل برسيم هذا اسمه حلل برسيم يسويه محمد باي بالعافيه طبعا علي جايب لك حلا عشان يرتفع الادرينالين عندك هرمون السعاده عطني جوالي يرتفع هرمون الدين تبي تجيني ادخل المعده ولا تاكل غريبه رايد تستهبل صح؟ والله اني صادق والله انها بيوت طين ايوه بيوت بيوت طين طين طيب ايه طيب ايش؟ ايش؟ يا عيال انتم رجال اعطوني كلمه خليك قد كلمه حنقد الكلمه احنا ما قلنا شيء بس ترى انت ما اعطيتنا كلمه كامله ايه اوعدك يرتب الادرينالين عندك انا ترى ممكن يرتب وانا جالس في بيتي على جوالي في الصاله مو لازم اجي ساعتين سدير واتكي شوف 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 البيت بس هي تبسط والله شكلها يعني يحمس صراحه يب ترى ما في الا احد الا احنا ما في احد ما في احد احنا والجن ما عليك احنا ورعب السوداني ما عليك ما عليك ما في تراث هذا تراث اجدادنا كنت تستنسون ما قلنا شيء يعني تشوف جدا كيف ساكن قبل صح الثقافة اي هذا دريش غرفة فواز شوفها لا تكفى وش ذا؟ ايوه هذا البيت هذا الباب هذا والله هذا الباب شوفه يلا انزل 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 انا والله بنزل بنزل يلا حلو فواز قم وصلنا انت نايم من الحين نايم من اول لا سك يعني ما في جوال خلاص تقعد تنام طلع يا حبيبي جايب سنايبر معك انت رايحين غابة انزل حبيبي يلا ايه رايد اسمع صدى صوتك هناك كذاب والله ما في الا احنا ترى ما في اي ما في الا احنا ترى انتبهوا عليها البيت فاضي الحين بوريكم اياه وتغطيه كامل البيت وتشوفون البيت وكيف حياه اجدادنا واو يلا انزل يلا 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 طيب صدى والله صدى يب الو صدى انا اقول لك ما في الا احنا ترى يا سلام يا القيض الله شمس شمس حاره هنا ولا ايه صح؟ ايه. مره شمس حوك الطح شوف يا عيال الزباله من كثر ما صكتها الشمس قلب لونها احمر هي حياة اجدادنا قبل ما في مكيفات عشان كذا عاد كثير عاد كذا عاد انزل انزل اي عشوائي تقول تبغى تمشي حافي انت مريض؟ لا والله اني صادق
شو تمشي حافي؟ تمشي حافي على ذا ترى علاج. علاج الله يكرمك بالتراب تحط. اي طيب ادور التراب مش تبغى امشي على الزلت انا. هذا التراب يقول شيء 10 دقائق بتقوم ياه وكل الزبان طاو. ما اتوقع فيك طاوه هنا اصلا مهجورين هنا ما يقدرون ما يبغى ميتين. لا لا فيك طاوه هنا بس ما في اللي فينا يطلعون يروحون الرياض. القطاوه هنا مساك الله بالخير. انا وابويا لا ما ندخل. ايه ما شاء الله ما شاء الله يا عيال الله زمان يا فن. هذا اذكر ابوي كان يقول دائما الحويل مدري هنا حويل شيء زي كذا ما ادري احنا مختلف يعني شوي وش تذكر الاشياء دي اكيد اي صح على عايش انا رايد عايش ما كنت بس, بس هم يقولون يا اذكر ابو دائما الوالد يسولف لي عن الاشياء دي في الحويل مدري وش شيء زي كذا استراحه في شيء في شيء بتحبه الله يدخلك الجنة والله زمان كان عندهم برضو ولا يا سلام عيال هذه غرفة النوم هذه غرفة النوم حقي هذه رفاهية ورب الكعبة يا سلام جلست باقي يصبر تمزح مكان كبير امشي اي والله انه رهيب صح ما شاء الله اي اقسم بالله انه يفتح النفس رب الكعبة والله يفتح النفس عشان كذا جبتكم انه بدون جوالات لكن عوضكم مكان شرح يعني لا صدق صدق يفتح النفس يا رب يخلي ام الجزمه اسلم اسلم ايش اسلم الله يا عيال في هذا العيد انشطه في انشطه نسويها فعاليات لا والله العظيم شوف الغرفه شوف الغرفه يا عيال ايش هذا مقلط هذا انا متاكد 100% انه مقلط يا عيال اقسم بالله ما شاء الله شوف مرنده قسما بالله شوف عاد انا عاد جيت للصدق ترى ابغى اعيش حياه القديمين بشكل طبعا بدايه كنت منفس وقافل عشان جوالي بس الحين مكيف بس الحين الصدق انا ابغى اعيش يوم يوم في المكان هذا التراب بنتعرف على بعض شيء 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 شوف التلفزيون هناك تعال تعال الصاله امشي الصاله اوه التلفزيون يا سلام ابو ظهر الله التلفزيون قديم شوف الصاله عيال والشمس كيف داخله عليك بالصاله كذا النور داخل عليك هذا الحال مكيف صحراوي صحوا لي يا جماعه الخير انا ما ادري المكان هذا اتوقع زي الحويل ما ادري وش اسمه لا بس انه هذا هو يسمى كذا الاولين اول يجلسون زي كذا وفي زي المطل تعال تعال شوفت النوم تعال خل ننزل جزمة الله هذا أنا اصبر اصبر هذا أنا هذا كرسي هذا الكريم اللي ياكل حق طاش مطاش صاحو سيب العطرات القديمة يا عيال طيب في مشكلة في مشكلة ايش المشكلة كبيرة مرة اللي هي في سرير احنا ثلاثة أنا هذا سريري حبيبي أنا سكت ساعتين ساعتين صح؟ ايه رب الكعبة ايه فكرة مين؟ أنا على السرير عشان أنتم ما تخانقون كلكم على الأرض، أنا هذي على السرير. إيه تجمع الاثنين مع بعض ولا؟ أيوه اثنينكم على السرير، أنت تنام ومكسيك يدخل بسرك. انسدح برا. هاي في مجلس هنا شفناه. يا سلام. أقسم بالله. أول مرة أحس إني طويل. صادق أحس إنك طويل صح؟ إيه. إيه روعة. طيب في شيء جذبني يا عيال. قارئي، قارئي المفضل، تعالوا. علي جابر. إيه. اسمع صوتي والله ما شاء الله ما شاء الله الله ابغى سكرين ابغى سكرين رجعت كذا 20 سنه وانا عمري 7 سنوات 5 يا الله هذا الفعاليه كيرم هذا هنا الفعاليه ما ادري بجلد كيرم ترى اعرف العب كيرم شوف هنا تعال شوف التفاصيل هذا اللي كان دوم هذا اتوقع اول كان خالي لان التلفزيون بنفس الوقت مسجل اوف هذا وين؟ هذا حق اللي فخمين اي واحد توه بيع له غنمه يا عيال جرب يشغل التلفزيون جرب شغل سنه شغال دام في سرير اي اكيد شغال اكيد اه في تحويله او توصيله هذه هنا هنا مشبوك ايوه اكيد اوه يا سلام جالس اتذكر جالس اتذكر اشتغل 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 والله اشتغل دخلت سرير شغله طيب بلاي بلاي هنا 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 بلاي هنا في بلاي قبل عنده بالانجليزي مكتوب بلاي 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 إيه. الا جا 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 وربي جاء طب اسمع يا خلاص خلص وقت التلفزيون لا 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 لا, لا. وين رايح رايح خل بشوف السطح طب تعال بصورك يلا انا مصور روح روح مقفل يا ربي شوف الحوش هناك هذا حوش ثاني وش فيه هنا بعد ما شاء الله مجلس صبه والله في مجالس هنا هنا شبه نار اي والله بس ما اتوقع ما اتوقع يمدينا هنا في تلفزيون اي في واحد بس هذه ترى ما اتوقع نولع فيها شيء لا لا يا تصدق الا 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 حبيبي تبي تحرقنا
شوفها من فوق في فتحة والله؟ اي في هواية. يلا نشب الدنيا كلها. يلا مشينا مشينا جوا. يلا 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 فواز فواز طيع يعني فواز فك فك فك. لا 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 اجرب جرب لا بخاطري بي اكس اخوان والله انه شيء رهيب والله العظيم انه رهيب. جرب انت تدري حتى في الشاور ما تشاور بمويه بارده ما احب الشاور الحار. طب اسمع اسمع خش 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 وربي حار ادري عنك حار حار. تعال في مطبخ. المطبخ ما شيكنا عليه. تعال وين رايد؟ رايد هنا بتطبخ لنا. تعال عز يا فالكون عز عز يا فالكون. الله منذ قديم الازل. نعم يا عيال صدق ريحه ريحه بيت جدتي. اي اي هذا الطقاق ذا اول شكلك شكلك شوف هذا هذا الطقاق هذا حق سباك انت الشغلات دي ما واضح اني ما اعرفه والله عيب عليك. هذا الصح والله اني اذكره قسم بالله اني اذكره والله العظيم والله حتى هذه 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 الا يا شيخ اتوقع كنا طفرين ما في ديزاينات كثير. هذا ديزاين رمضان. هلا وسهلا. تعبت والله تعبت اسد يا ريح. متكي قدام المكيف. يا الله ربيا. لا تطيح علي ثم والله كم لي ما شفت ربيا انا. ربيا وش هي؟ ما تعرف ربيا؟ لا. وش تسمونها انتم؟ ورني اياها طيب. ما اقدر اوريك ملصقه في الجدار. كذاب. والله. ربيا؟ ربيا اللي تعال تعال هذه ايش يسمونها؟ وش هي؟ هذه. يا اخي ذي الربيع واحد سهري واحد دوسري واحد شمري يلا يلا اجمع هذا الحين تعال ربيع ربيع وش الكسر ذا؟ مو بالكسر ذا يعني. ما تعرفونه اول مره اشوفه اول مره اعرفه هذا هذا اللي وين وين الربيع؟ الجيل هذا هذا ايش؟ ذي تطلع مع الخشب يا هو اه طين لا مو طين لا مو طين شطب 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 لا الشطب غير الشطب شيء ثاني هذه ربيع هذا النمل الابيض النمل الابيض يطلع شوف الحين لو اي لو سويت زي كذا ترى داخله في نمل والله؟ اي والله انت منتبه طيب حلو حلو بيطلع بيطلع بتشوفه يمشي من النمل الابيض يا حبيبي طلع لي نمل ابيض بس الاسماء ربيع يعني اعرف هذه اعرف هذه يا عيال اسمعوا اسمعوا خليني اعطيكم اجلسوا اجلسوا اسمعوا عيال الحين نريح تريحون ايش؟ نريح بدات الفعاليات ادري بس بريح شوي كذا وبعدها لاهدت الشمس كذا رحنا للغنم ناخذ لنا تيس عمره 3 شهور نمس وهنا والحمات تجيك هنا انا ابغى اتعشى انا ابغى ايوه وبعدين نمر بقاله انا ايه انت تطبخ ترى ازهر ازهر طبخ ايه طبخ عندك والله خلاص تم طبخ عندك ما في ناس ما حق طبخ يوم يقول حط زبادي كذا تمشي حالك لا لا طبخ طبخ الحين خلاص ابد دامك انت بتقود الموضوع ابد انا الطبخ لا انا خلص علي السواقه وسكت جاي اقول لك شيء والله ما اخيك اطبخ بس قطع بصل وطماطم وانت انا بتفرج على الدكتور لا 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 بتغسل قدور بعد وقبل قبل وبعد صح لا 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 بس لا 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 انت خلق. بتقطع وانا بطبخ ايش بتسوي ايش بتسوي تبي تاكله ايوه بعدين بعدين وبعدها بعد ايش واجيب واجيب الراد واحطه هنا الله لا مستحيل سولفوا يلا نسولف بدون جوال ايه ركزوا معي ودي اخذ الجوال اسمحوا لي شوي لا ايه ركزوا معي حياة بدون جوال اقسم بالله العظيم انه فكك شلون اول كيف كانوا يعيشون اي بس بس حلوه اول كانوا يثمرون ترى اقول لك شيء حلوه يمكن 3 أو 4 ساعات هذه وخمس ساعات الاولى سولفت كثير سولفت ان 4 أيام صح سولفنا كثير ما وقفنا سوالف يب. لانه مستحيل اسكت كذا اتفرج افكر تهوجس مستحيل ما اقدر هوجس صح لازم نسولف والله في ميزه اول ياخذون جوالات يا اخي تحسهم يثمرون بحياتهم والله العظيم اي يعني في وقت كثير قبل راح تحس ان الوقت راح زياده راحه نفسيه راحه نفسيه يعني راس مالك وهمك اهلك صح كيف تجيب قوت يومهم بس ايوه اهلي الحين جوالك تويتر يا عمي بحول الله وقوته ايوه ان شاء الله ان قالها الله طبعا احب التفاصيل هذه يعني ابغى اشتري بيت زي كذا والله العظيم كذاب قسم بالله احب احب البيوت أنا القديمه أحب انا زيك ترى والله يعني شوف ترى البيت زي كذا ما توقعت انه في زي كذا انا دائما افكر بالبيوت القديمه اللي زي كذا بس ابغى بشيء متطور يعني في مكيف اي اي تخيل بيت زي كذا حلو بس بتصميم يعني مودرن عصري لا 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 ابغى زي كذا زي كذا زي كذا قديم زي كدا. مخاد هي بس طبعا الشاشات والاشياء التقنيه فل الفل بس يكون في هذه في غرف كنب اي في زي كذا اشياء تقليديه كلاسيك احبها احبها مره لحظه وش معي موتر وش معي موتر فايبر وشو الالياف اكيد في فايبر اكيد يعني مظبطها مسلكها وش الموتري صابونه 99 صدم العالم قسما بالله يا عيال اني ودي اعيش الشكل ذا بشكل كذا كراسيده كراسيده لا يا رجال كراسيده حلوه ايه والصابونه اس لا لا كراسيده كراسيده التزد عفوا لا قمت طقيت الجير كذا
والله السوالف هذه سوالف عصرية الجمعة أعرفها. على طاري صلاة الجمعة ودي أنا ما ودي أسوالف عن الصلاة أسلم. وأسوالف للمتابعين والجمهور اللي يشوفنا لأنه المقطع هذا غالبا بيجيب مشاهدات عالية إن شاء الله. لذلك ودي نستفيد من الشيء هذا بنصيحة. الله يجزاك خير بسيطة. يا جماعة الصلاة والله وتالله أنا أولكم مقصرين بالصلاة طيب صح قسما بالله العظيم بس بعلمكم شيء واحد تدرون اللي ما يصلي وشه اللي ما يصلي ما يجالس ولا يأكل ولا يصلون عليه ما يصلون عليه اللي ما يصلي ترى ما يجوز ما يصلي عليه تخيلوا ومع ذلك نلقى ناس ما تصلي أو تكسر بالصلاة يعني يا عيال وش أقول لكم ذنب يخوف ذنب يتشعر جسمك منه يعني اليوم 24 ساعة قسما بالله لو تجمع صلوات كلها ما تاخذ 50 دقيقة من 24 ساعة تخيل خمس صلوات اللي باليوم الواجب عليك ما 50 دقيقة بس 50 دقيقة من 24 ساعة ومع ذلك مقصرين برضو في ناس ايش يقولون او اغلب الناس انت عزيزي المشاهد اللي تشوفني انا ادري انه الاغلب يقول اذا صليت افهي افكر افتح مشاريع وش اسوي وش بسوي ليش ما في خشوع ليش ما في خشوع انا علمك في اسباب اول شيء وانت رايح تقول يلا يلا اذنك بروح اصلي الفجر انت تدري وانت رايح تدري انك الركعه الاولى بتقرا سوره الاخلاص الركعه الثانيه شو اسمه الكافرون او الكوثر في تعقيب في شيء عادة صارت عادة غير بالصور وهذا يخليك خشوع قبلها ترى ليش في اذان تمعن بالكلمات في اذان واقامه الاذان انت لما تروح خلاص انت تبعد عن الناس فبين ما بين الاذان والاقامه خلاص انت خلاص جالس مع الله سبحانه فهذه خلاص تبدا تبعد عن الناس حتى التفكير اللي وقتها انت في الوقت ما بين الاذان والاقامه تفكر فيه شوي خلاص استشعار اذا جيت توضي للصلاه طبعا طبعا يعني احسب حسابها هذه كلها اللي ما يتخليك تخشع انه الله اكبر الحمد لله رب العالمين صح لا صح. يا اخي لازم تكون باطمئنان حتى كتوفك ما تكون مشدوده استرخي خلاص الاتصال بين العبد وربه وشو صلاه صح الصلاه اتصال بينك وبين الله سبحانه يعني وانت ساجد ادعي يا اخي ترى مو لازم تدعي اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا ابدا ابدا سولف 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 مع ربك بلغتك يا ربي خالقك يعني فهمك يعني يا ربي يا رب يا رب يا رب اسعدني يا رب اشرح صدري يا ربي انا ضايق صدري يا ربي صاير لي كذا وكذا فضفض والله العظيم يا جماعه ترى في كثير يكلموني في واحد اقسم بالله مكلمني انا ماني بشيخ ولا افضلكم انا اكثر واحد مقصر الله المستعان لا في واحد يقول لي رايد يا اخي قسم بالله انا ماني قادر اخشع بالصلاه انا ماني قادر هذه على طاري هذه انا قد قريت في الموضوع ذا ترى كثير يا اخي اقسم بالله يا جماعه الخير انا كنت استغرب من يجيك واحد شايب عمره 70 ما شاء الله قايم صلاه الفجر ايه انا عمري 20 ما اقدر اقوم ثقيله صح فكنت ابغى اعرف ايش الاسباب قريت كتاب وقتها اسمه فاتتني صلاه الفائده يعني اذا تسمع الكتاب هذا يشرح كيف انك انت تبدا تروح تصلي قبل ما يذن ولا يعني تفكر بالصلاه تعرفون انتم الصحابي ما ادري ما اعرف اسمه في صحابي جتها غرغرينه فقالوا بنقص رجلك قصوها في ايش وهو يصلي صلاه العصر انت تستغرب كيف هذا يصلي صلاه العصر ولا يحس انا اقول احيانا يجيني ادراك اقول شلون كذا يا اخي ما شاء الله يا اخي انا لما اصلي احس باللي حولي احس فهو كيف وصل المرحله لو تقرصني ناموسه وانا اصلي تلقاك تضحك في الصلاه فانا كنت بديت ابغى اعرف وين المرحله دي وصلها فيه والصحابه اول عرفنا بها يا بلال الرسول يقوله فكيف انه عندهم الشيء هذا انه هم ياخذونها اساسا تواصل ما بين الله وما بينهم مو موضوع واجب فبديت اقرا عن الموضوع ذا ان الرسول اساسا اول كان ياسس الصحابه على حب الله يفهمهم مفهوم الله حب الله مين خالقنا مين فهذه اشياء انت تبدا تبنيها مع نفسك شوي شوي تبدا تحب الله تبدا تستنى الصلاه مو عشانها واجب عشان يلا متى يعني الحين بعطيك اياه مثال ولله المثل الاعلى شخص انت تحبه تلقاك تجلس معه 3 ساعات 4 ساعات وراح تحس بالوقت صح وتبغى تجلس معه زياده فانت كيف توصل هالمرحله هذه مع الله فانت جدد علاقتك مع الله حاول كيف انت تبدا تتحسن ذكرك مع الله تذكر الله ما بينك وبين نفسك تتفكر بخلق الله سبحانه وتعالى انت تحسن حياتك احيانا كئيبه ترى في هذا شيء ترى جدا مهم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كثير يا عيال يا اخي انا فيني ضيقه يا اخي انا ما في شيء بس فيني ضيقه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا صل امورك ان شاء الله بتزين والله ان الصلاه فيها كل التوفيق وفيها كل الخير وفيها كل البركه الله يحب العبد اللي يذنب بعدين يتوب صح يرجع يذنب بعدين يتوب بعد مهمة. كل ذنب صح لا تزعل نفسك انت لما تقول ذنب انا كيف برجع كيف ربي بيقبلني ربي لا يعني ترى لو ما احنا ذنبنا ولا احنا ارحم العبد من لا فوقها لا في شيء احنا اذا ما ذنبنا ولا ربي راح يبدلنا بقوم يذنبون ويستغفرون والله يغفر لهم صح. فانت اساسا في الامر هذا صح
فابدا يعني ارتاح واطمئن، ترى ربي رحمته سبقت عذابه. في شيء يريحني انا والله ما اكذب عليك والله، كل ما اتذكر انه الله سبحانه ارحم من امي علي، صح هذا اللي ارجع بقوله. هل في احد يعني معلش لو لو امك هي اللي بيدها تدخلك النار ولا الجنه؟ اسالك بالله ما تضمن الجنه؟ إلا. صح الله ارحم من امك عليك 99 مره اذا بخفضني. الا 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 يا الله يعني صح. ايش رحمه ترى هذا حتى مهما كان حاول تخيل تبغى تستوعب. انا اقسم بالله ما يريحني الا هذا اتذكر كذا اقول ترتاح. صح صح اي والله اي والله صح. يا اخي شيء حلو طيب انك يعني انت الحين لو تلقى تلقانا لما انا في مواضيع الوالده وما الوالده تلقاك تسوي الغلط في اكبر عينك تجي انت عارف بكره انا بتسامحك بالضبط. رحمه واحده 99 عند رب العالمين 99 شيء 99 اعلى من امي شيء مو طبيعي. بس مو لدرجة انه اوه الله عنده 99 رحمة يعني بذنب يعني ايوه 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 اكيد, أكيد طبعا غلط. الواحد ما يدري متى يموت خيه تقول انا بذنب بعدين بتوب. اول ما تذنب تموت مت على ايش؟ دم. صح. فحبينا يعني نذكركم بالله ونذكركم بالصلاة والاشياء هذه يا جماعة الخير. اسأل الله ان يثبتنا على ديننا يا رب العالمين. الله يوفقكم ويشرح صدوركم يا بعد اللهم ونحبكم في الله يا جماعة والله العظيم نحبكم بالله. انتم راس المال اي والله وشكرا على دعمكم على دعواتكم. الناس بالله ما تجيك دعوات الا والله الا والله انك صادق وتفتح النفس. اي 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 الحمد لله في دعوات الناس والله يقول يا اخي انا وش سويت؟ الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله اي والله. تشوفون انه عيال بدون جوال قاعدين نستفيد ونسولف صح؟ الا صحيح يا اكيد ما يحتاج. يلا تمام هذه الحياه بدون جوال نوم. فلذلك يا جماعه والله لازم ناخذ قيلوله قيلوله كذا للعصر كذا ثم نقوم جدا. هجت الساعة 5 إلا العصر والله هجت العيال نايمين. صحيت فواز ومية بالمية رجع ينام. فواز فواز فوزي يلا فواز فواز 5 العصر ما رحنا باقي نروح للغنم باقي نروح للحوسة قم يلا بنروح مجلس اللي عندنا هنا في مجلس هنا جنبنا في ناس مشوا يلا فوزي وش تحرك راسك قم قم فواز يلا فواز يلا قم قم يلا قم يلا. المكسيكي زبه من هنا رايح للسرير أنا أوريه. محمد يلا قم قم اخلص يا ويلي محمد قم تكفى انا يلا صحي فواز يلا يلا قوم يلا البس ثوبك يلا قم عندنا جدول الحين يلا يلا فواز فواز. اذا رجع نام يا ويلي لو رجع نام. فواز فواز قم اخلص فواز راح الوقت قم قم بسوي حركة درك بط على وجهك قم يلا يلا قم يلا ما في شوي قم مخلص يلا 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 قوموا يلا يلا تمغط ما في وقت والله لا امشي والله لا امشي قهرني يلا قهرني فواز قم 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 يلا يلا قوموا قوموا يلا يلا البس ثوبك 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 مغسله صح يلا نروح مغسله يلا 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 ندور لنا مغسله هنا ندور اي شيء يلا بنروح عند رجال هنا يا مرحبا ومسهلا. مفتاحي وينه؟ مفتاح السياره وينه؟ وهذا ليه ما حطيته بالثلاجة يا عيال؟ معفطه مسجون ذا ترى مو انت مسجن انت قم طالع مع الشب يلا قم يلا مكسيكي كيف كذا؟ وش كيف كذا؟ ملحم قاعد تبوس الدركسون انت؟ سيارة جديدة علي هي بنروح مغسل عيال نكوي ملابسنا او نكوي ثيابنا بعدين نروح ناخذ لنا تويس بعدين نروح للمجلس اللي هنا في مجلس عامر ما شاء الله مجلس كبير وطيب وبه ناس تقهون ما شاء الله فبنتقهوى احنا ما جبنا شمغ والله معنا ما ندري الوضع كذا بس انه بنتقهوى مع رجال اذا حصلنا نشيل هي يمين وقداور سيدة 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 من هنا يعني ايه شوارع فاضي كل شيء فاضي يا عيال تحس شوف شو هذا اللي الا والله الا والله هنا صح يا رب ايه والله نظرت هنا محظوظ ما شاء الله الحمد لله ايوه يا شيخ هاي بنحتفل باليوم الوطني تكفون ايه معك معك
نبي شيء اي احتفال كذا. اهل السدير نبي احتفال اليوم الوطني. ايوه طبعا يقولون انهم امس وقبل امس احتفلوا قبل اليوم الوطني بيوم وقبله بيومين، بس ان اليوم ما ادري لكن ان شاء الله قال يمكن ان شاء الله يقولون في مزرعه هنا قريبه يحتفلون باليوم الوطني. ما شاء الله بعدين نستانس. طب هذا موسم ترنج الحين ولا وش الترنج؟ ترنج 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 كذا. وش ذي؟ جسم عادل مورنا كذا مكتوب فجأة. لا لا حبيبي ايش فجأة ترنج فجأة. انا ما اعرفها يمكن ترى اللي شفتها بعرفها. من انواع الحوامض اللي ياكلها الله يكرمك ويكرم سامعين حمار كرمت صح؟ ما ادري والله. ولا حمار ياكل حنظل ممكن هذا والله انا ما ادري والله معلومه هذه انا اعرف ترنج كذا هذا تجي ليمون كانه ليمون. اوه عرفتها بس انا ما اعرف اسمها والله. فكان مره واحده في ذا المزرعه راح تاكلها انت يا الحمار. يا اخي ما دخل حمار راح الحوطه المعروفين فيها والله ما نعم ليش لا لا هذا الحمار حنظل هذا الحنظل لا ما عليه الحنظل يا اخي الحمار تكره الحوطه معروفين بهالترنج فانت الحين غطيت على كل هالحوطه. لا ما غلط على احد يا اخوي هذا قل ثقافه مني ما يدري ما يدري نعم قل ثقافه مني والحين عليها الزله فوق زل انا ما زل انا حتى جوابي جبتها اعلى هيك والله ابو شهر عظيم على وجهك. ايه اذا في حلاق بعد لا 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 حلق انت ما يمدينا اكم ثوبك يلا ترى متاخرين احتفل اليوم الوطني دقني يوم وطني وش نسوي فيه بحلاق يعني وش اي تحتفل مع الحلاق في النهايه احنا اللي بقابل وجهك نشغل لك ام كلثوم ابا احنا بقابل والمليون اللي بيغسل احمد فعليا ما في الا مغسله هي والله من جد الحمد لله لقينا مغسله في جنب ابو فيا الله في طبخ وفي لحم اكيد خلاص غصب يا اخي مقفل لا 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 موجود أحمد موجود شايفه والله شايفه احمد انا هات ثيابكم مرزام ولا بدون لا لا بدون حبيبي يقول لي رايد بدون شكرا السلام عليكم بارك يا شيخ كويس الحمد لله ابغى كوي ثلاثه ثياب يمديك الحين هذا اكو هذا بعدين هذا ابغى اروح اشوف البوفيه ايش عنده واحد يا رايد لا 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 ليه؟ بنطبخ بعد شوي بناكل يا ابن الحلال لا لا بياكل ممنوع الاكل طيب انت احمد يا شيخ؟ ها؟ يكلم مبسوط ها؟ بوفيه تكفى لا تكفى يا اخي يا ولد تونا ماكلين بوفيه غير صحيح مكسيكي بنروح نطبخنا من الحين وناخذ كويس طيب باكل على طول يبغى لي ساعتين بنطبخ مكسيكي واحد صجق وش صجق ورب الكعبة عشان صجق والله ما في واحد مكانك واحد صجق يا عيال لا لا يا رايد يا عيال فطورنا بوفيه غدانا بوفيه ليه؟ اشتهيت البوفيه ذي يا اخي اكيد شوف في مطاعم ترى في مطعم قدام خلاص يلا بس الحين مو من هذا امشي اركب ترى ايه المستعجل 3 ريال خلاص ما عليك انا كل شيء قلت لك على حسابي بعطيك ما عليك ادفع بعطيك واحد مقانق تكفى واحد رقارك تكفى مشفوح انت يا اخي مو مشفوح يا اخي اشتهيت بوفيه يا اخي ترسبن انت خلاص ما اقدر اعطيك محتوى زياده سويت كل اللي عليه شوف وسخ الثوب هو لابس نظاره بتطيح النظاره الحين لا ما تطيح ثابته مع الكده شوف اي والله ثابته خلص ثيابنا خلص ثوبي خلص ثوبي ما بدا يكوي ثوبي ثوبي طيب توكل على الله بس توكل ويلي القهر اعطيت السواق وجه شوف شو اسوي فيه شفت راح البوفيه شفت رجال هذا اللي يدخل ما يطلع اي والله سكر الباب ما عاد بطالع هيت سجق يا اخي انت تهجس بالاكل يا المشفوح تهجس بالاكل ركز معي هذا برنامج الرابح الاكبر بس حبيت افاجئك وش الرابح الاكبر الرابح الاكبر هذا اسمه تنسخ تدخل معي بالبرنامج دب تطلع نحيف نفس المكسيكي ما في اكل ممنوع الاكل والله المكسيكي يا اخي هيبه قسم بالله شوف شكله ترى هيبة والله اقول لكم جسمنا نحيف رسمي انيق والله انيق قوي بس لو اجيب ثيابنا ولا ننزل احنا نلبسها افضل يلا خلنا ننزل نروح نجيب ثيابنا ايه بس ما تصورنا بدا بثيابنا ولا لا هذا هو يكوي الحين مقرش اهلي انت ثوبك الاول اي الاول انا نازل يا اخوي وانا مدحك جالسين مدحك تو مدح ولا جاء والله ايه شوف ذا مع اللي هو راس مالي احلقه ايه اذا ما حشيت فيني قلت كان واحد محقين المغسله لا والله ما اعرف لا شوف ضربني شوف تعالوا يمدى ويصير زي كذا ذبا بكوي ثوبي الاول والله حقك والله انت اللي نازل والله حقك عادي جيب هو من حق مين ذا يا اخوان؟ وين ثوبي انا؟ باقي هناك الله وقع له اللي يجي هنا عنده اسمح لي بس البس النظاره شوي
بالله هنا ابو الله اللي يجي مثلا احمد ايه يوقع يصور لنا توقيع هذا توقيعنا توقيعنا كامل الله ايام ايام الموسم الله يا عمري بدي اصورها ايش له بيصورها جائزه من محمد المكسيكي يستاهل غسيل مستعجل مره واحده على حساب وايد 3 ريال على حسابي انا برضه يستاهل والله يستاهل وله النقانط لما انا بخاطري اكلها عني هو باقي مفصل امشي وانا بمشي تعال لا بدون جوالات بدون شيء ترى كذا جوالات هي ورطه ترى ايش القمع هذا يا اخي حتى الاول الاجداد ما في قمع ترى ايه والله هنا والله العظيم انا قمع رايد رايد احنا بناكل الحين رايد تدري لو طلعت وقفت على الشارع وقلت واحد ما عندي سياره ما عندي جواز يقول يلا يوديني بيته بيعشيني بيغديني طيب يا ترى ما في شيء انا قريب ها كمل والله ابعد كم ما ادري بس خل بشوف يا مدير اسمع نظارتك سوق غنم قريب فين اسمع كلام هذا خطه حطه لا 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 حوطة حوطة ستير يبغى لي اطلع من هنا محطة كم دقيقة؟ هذا 15 كيلو قريب 15 كيلو ايوه ايوه يعني قريب 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 اي حوله حوله قريب بعد كبري جوثام روح فوق بعد المطعم اروح فوق جوثام جوثام ايش ذي باتمان بعد المطعم يقول جوثام مطعم لا يبغى يبس يبغى يبس الله كم مدير؟ 9 ريال سوي ديسكاونت سوي ديسكاونت انت انت طيب انت طيب يسوي لك لايك يسوي لك لايك انا ما في فلوس شو شو صوره 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 كم نهايه هذا خصم خلاص خلي ريال ما في مشكله خلاص الله يسعدك شكرا لك انت شيل ريال صديق شكرا صديق جزاك الله خير ان شاء الله انت تدخل جنه ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا عيال احنا الان بروض تستير حلو جميل متجهين وين الصحن هذا الحوطه ايه نروح سوق الاغنام اللي بحوطه لانه صراحه ما ندل هنا ولا في احد قال انه في قريب هنا بستير انه سوق غنم فيه ايه فبنروح هناك ناخذ لنا تويس ونروح الملحمه ضبط المضبيط اي والله بعدين نروح المجلس وندور احتفالات والله. بس والله يا تصدقون العيشه بدون جوال حلوه اي والله العظيم احس اني اعرف اسولف وكذا والله اسال ايه بالضبط فواز ترى ما يتفق معك الموضوع اي مالي مالي لانه قمت بالحوش اليوم يعني ايه 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 احنا قلنا بدون جوال ما قلنا بدون حياه اسس الحياه يا عيال اسمع ليش دبلي مرتين اللي يخلف اللي بيخلف عن كلامه وش يعني ما خلفنا احنا ما خلفنا جوالي وين جوالي جوالي معك صح ولا لا هل تتوقع اني انا مستانس بدون جوال ماني مستانس او تقول او تقول هيك اصبر انا ماني مستانس لكن لازم اسوي نفسي مستانس عشان اتعايش مع الجو يا فواز ما ابغى اتعايش انا بالنسبه وجهه نظري تبي نطنقر علي ما في اكل تفرج علينا بدون ما تاكل موجود الباكستاني يا قول اسمح تحتك قول طب اسمع رايد عندي شيء لازم تتفق عليه وتوافق وشو لا تكرر رزقي هذا واحد والله تم وشو عندي اعلان لازم ينزل الان لازم جوالي رايد 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 حتى نفك النظاره رايد رزقي رزق عيالي يا رايد طيب صادق عندك اعلان ولا طقطق قصدك والله صادق الحين صارت 5:30 واليوم الوطني المفروض انزل الجيف اوي الان 5:30 حتى انا بعد لا 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 يا عيال لا والله لا والله لا والله انا عندي اعلان حاشا ما اقطع رزقك لا والله تم والله والله تم وين جوالي رحمه الله والديك يا ابو بالله عطني جوالي مدة الجوالات مصور اسمع عندك طيب بقول لك شيء بس اتمنى انك ما تزعل ها الجوالات بالبيت يا وصخ ها ليه ليه في البيت نسينا خلينا لما نرجع السياره معك اسال شوف تكفى ليش مخليها في البيت اصلا وش نسوي يا اخي تكفى 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 يا يلا هالمره ها يا شيخ حتى جوالي انا بس وين جوالي ابو طيب اسمعوا عيال ايش رايكم خمس دقائق ثانيه طب متاخر انا اصلا لا. خمس دقائق ثانيه والله انا ودي بجوالي والله صدق بس انه انا لا ما بودي لا والله انت بالصدق انا والله ما بحاول اصبر بعد عادي امك حاب الوضع تعايش معاه وحبه انت خليك جنب المكسيكي اذا دخل سناب ولا دخل واتس كف صار شوف 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 وين شوف وين والله انه رجل امين اي وداخل عنده شغل كله شغل احنا موجودين في بكات العائله تبعكم اليوم؟ اي نعم اليوم بس اقول فكره تمشي معي تقول لي تم تحمل نص اليوم بعده يمنع على وضوح
ايه وحنا الوضوح واضح معليش انا ما اقول اي شيء لانهم عطيني حنا على وضح النقا وانا اخوك ما في اي وضح النقا بسم الله لا تخاف لا تخاف ما معي جوال لازم فعليه ايش في حريق اما يلا ان شاء الله ما عليه ما معنا جوال عليه فعاليتي يعني وش تسوي وش تسوي عاد خلاص فكر فكر مستقبلك وش بتسوي انا جايبك عصف ذهني فكر افكار مقاطع يوتيوب جديده فواز سلسلة اليوتيوب بالاحتراف اللي بتسويها انت شوي لك كلام كل شوي تقدر تدخلنا في ما انت مره قلتها بتخليك مخليكم تعيشون اجواء القديمه والله انها حلوه واقول لك شيء اقسم بالله اكثر واحد مسفهم بيننا فواز والله ما تسوي جنون انا مبسوط انا ادري انك مبسوط حبيبي وانا ما والله العظيم ما والله العظيم ما ودي يعني انا ما اجيبكم الا شيء اللي يسعدكم والله اني ادور شيء يسعدكم ويبسطكم اي والله بس انت قلت شيء هذا شيء مزعلني الصراحه وشو قلت انا جايبك هنا وزنك ذهب برنامج لا الربح الاكبر لا والله ابشر بالاكل واللي يدسم الشارب وانت عارف مهما سويت انه مو بحقك اي مهما سويت فواز والله انه مو بحقك حقك حقك طال عمرك المنبطح من هنا للحوطه حي والله عيني اي والله مع ترنجايه يا مع ترنت ترنجايه هذا نفسها ياكل حمار قلت لي لا لا يا اهل الحلوه ويا اهل السدير ويا اهل يا حبيبي اهل واهل واهل تحريض بريال والله جوال ذا شغلنا اسمع تكفى لا رزقي يا راي تم 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 شوف شو تسوي طور رزقي قدامك دقيقتين مكسيكي بسرعه شوف ما طلع لي حسابهم ابو زين ممتاز مكسيكو دام معك جوالك تكفى اكتب اكتب سوق سوق الاغنام هو مشغول هو مشغول اطلع جوالي انا لا 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 مكسيكي ها مكسيكي اكتب سوق الاغنام عشان طيب يلا 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 عشان هذا يا ولد ما لقينا سوق الاغنام يا اخي اسال شوف اللوحه هنا يا عمي 150 160 كيلو شوف ايش مكتوب حاطة السدير ايه حياكم الله بحاطة السدير يا مرحبا ترحيب المطر ما ان شاء الله عنده سوق اغنام ما في سوق اغنام هنا حبيبي اقرب واحد 160 كيلو كذاب والله العظيم ترى 160 كيلو يرجعنا الرياض صادق والله اسمع روح نروح يا رجال ملحمة 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 روح اروح ايش ملحمة سوق غنم نروح هناك انا ودي بس ما في شوف هنا اسال ناس في المحطة اسال في البقالة اسال وتقرا الجواب الذي علمتني حبك يا جسي تسال صص 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 خلاص ها انت ما تعطينا جوالك بسال جوالي انا من 6 اعلانات دق علي اسالهم طيب اسالهم احنا ناسي معقول لا جوال اسوالف لا شيء اي مو طبيعي عند ما احنا مداومين مدرسه ترى والله العظيم يا عيال ابسال الرجال هنا اسكتوا خلاص اذا جاء الرجال احنا نسكت طبيعي اكيد اخاف انه يسال بيقول هذول ايش وضعهم لا 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 بقول لك صارحيني السلام عليكم مساك الله بالخير شلونك وش بالهك وش فيك تكوى تكوى انت من اهل الحاطة السنين هذا معي يا الله اصبر اصبر يلا حي شلونك طيب ان شاء الله خلنا نسلم عليك سلم عليك شلونك طيب يلا حي كيف الحال طيب ان شاء الله الله يسلمك اي ممكن نبي سوق الغنم تكفى الغنم. في سوق غنم هنا وينه يا ولد انا ما يا بعد روح الله يسعد اي انا 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 انت بالزيتيه هذه ها وين سوق الغنم ادور من هنا بعدين ادور من هنا اشترك ايوه احسن حيك والله يعطيك العافيه يا بعد روحي يا بعد راسي يا مال القناه اليوم يوم وطني نحتفل ان شاء الله طول عمرك توفيق جايين لكم هالدير اهل الكرم والطيب والله أيوة العظيم اي أيوة والله الله يكرمك انا يوم سلمت عليه طير عيونه أيوة قلت حلو في مضاربه بتصير السلام عليكم لا تسولف احنا بنسولف انت امسك ايش قصدك يعني سواكم انا ما انت ما تعرف تسوق هذا المشكله يعني انا هذا يبيني انزل الحين اقول يعني بدون جوال بس ما نتخانق ايش قال؟ قال داور وتجيك لوحه مصلخ لقينا اللوحه يا عيال الله يبيض وجهه اللي وصلنا الذيبان اللي قبل شوي بقلبه اي ركزوا معي جيعان ما ودكم نرجع البوفية اللي قبل شوي؟ لا يا شيخ الحين؟ لا ترى شوف أنا ما أحب أمسك جوالي وأنا في السيارة جتني دوخة لا دوخة لا. وعلى على الحركات اللي جت تسويها ترى تنرفز لا والله يا عيال أبشر بالخير يعني... والله أعوضكم والله أعوضكم شيء طيب إذا أخذنا التيس عيال بيكون بالنص بينكم ها؟ حطوا له مكان رايد رايد أقسم بالله شوف قلنا رجال وعند كلمتنا تركب التيس هنا وش يبغى؟
دق علي انت؟ لا يا عيال. وين احطه؟ يلا يلا وين احطه؟ والشنطه اللي ورا حظي شنطه بيموت بالشنطه احطه ليه؟ هو معروف دائما ينحط بالشنطه. لا والله يا رب ايام الكرسي. اي والله هنا 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 طب الحق الحق لانه قدام مغرب. بس خلنا ندور والله كنا مقفل. لا اذا قفل مصيبه تكفون. لا اصبر خلنا ندور. يا ها الطريق خوف ما شاء الله. شاء الله تبارك. والله انت بس تبي قعود بس فواز ماكل حطه بس ما ابغى اسلم. والله والله ما شفته منك والله مصور قالط قدامي بتصدم. السلام عليكم كيف الحال؟ ابي لي تيس عمر 3 شهر. والله كم كم ما في مشكله يعني 3 شهر و15 يوم. ما في مشكله. كم سعر؟ ابو 250. ايش 1250 ليش؟ يلا نروح ابو فيه. يبقى كبير موتور؟ لا يبغى هذا صغير 3 شهر عمر. لا هذا كله 3 سنتين. كم اخر؟ اخر هذا. ما في كلام ثاني؟ لا يلا يلا شوف الحين. يجي يجي 800 يا مدير. يلا. اسمعتك فوق في السيارة. رتبون رتبوا المكان عيال تكفون. وش عجبني واحد ضيف. تيس بجيبه هنا. هذا اللي هذا اللي بيعبي كريشتك اليوم. ابيه يعبي كريشتك. تكفى انا ابغى الو كيف الحال؟ لا لا الجوال ما في عيال تكفون. انا ابي والله لا تجيب طاري الجوال يا فواز. والله اني انا ابي زيك. ها وين اجي؟ انت مستمتع انت 20 سنه من عمرك ساكن عايش. لا والله لا لا ما جاك الجوال. شفتك مبسوط. لا والله ما مبسوط. ها هذا يبغى منه هذا 3 شهر. لا شوي زياده 14 ما في شوي ناقص يعني 3 شهر 15 يوم. ايوه يبغى اشوف انا يبغى ينزل معك. كيف الريحه يا عيال؟ شم يا ابو حسين شم. والله فواز انا اعرفه مستمتع مره ترى هو يحب الاجواء. شوف وجهه شوف وجهه. يلا 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 فواز تعال انزلوا عيال. وينه وينه ما شاء الله. ها ترى جالس انزل الان. المشكله ما في شبكه والله يعني حتى جوالاتي ما منها فايده. وينه وينه اللي يقوله؟ يبغى زياده. يبغى 3 شهر. انا ما يبغى زياده. جيب جيب هذا جيب جيب هذا هذا هذا. ايوه جيب جيب. كبير 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 ترى هذا هو. هذا هذا اي هذا اي هذا اي 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 صغيرون منها. في شبكه في تحويل. ايوه انا جوالي معي مره واحده. ايوه يلا يلا انت ما خلصت اعلانك؟ لا شوفها شوف يرفع يرفع. اي أيوة والله والله يلا 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 يلا, يلا. خلاص سجل سجل الرقم. يلا يلا شيل شيل هذا. انت اول شيء روح هنا بعدين سكر. اول شيء روح مصلح نلحق المصلح. يلا يلا انا عشان اذا هذا الحابة يلا لا تزبط ولا كذا. يو عرفوا جدول عليه هو. يا الله يو حناش هذا سنة الحياة. ابو خلي ابو حسن تبغى جولة ندرفت بك شويتين. اقول الا هي الا تعال معي. يلا بسم الله وداعية آخر ليلة تجمعنا. ها بيحصل با. يا سلام حيك والله حيك فواز. هلا المسلخ قفل. لا وين؟ والله قفل. ها اركض بك أحلى تسبدة على حسك وأحلى عشوة كمان على حسك. إلا صادق جاء معنا الوحش. الا صادق طبعا عندنا الرجال الطيب عند فواز. انا بنصوره في يوتيوب. اوه نو الزبده كيف تاكل لحم كيف تاكل دجاج؟ هذا هو هذا الحقيقه القاسيه. تدير مسلخ وتسلخ. سنه الحياه مو الحقيقه القاسيه بالضبط. هذه سنه الحياه يعني. اسمعك تسولف معه اول. جلست جدول عليه شوي. لا وين سكر؟ شلون سكر يعني؟ ما فهمته ما حبيته. هذا رايد يا حبيبي ماخذ اسمنت انت. ايه خليك من ذا مقفل. مشيت من هناك لهنا وبعدين يقول مسكر. ايه رجع والله مقفل. شو اسوي؟ هي تحطه بحضنك ورا
شنطه مستحيل اوفر واتش الشنطه وده ورا لا تاخذه خلاص لا تاخذه حبيبي متعشى في المطاعم اللي في ستير تاخذ ذا وش تسوي فيه هذا مقفل سكر طيب في مصلح قريب موجود بس انت ما في ماله لا لا اعرف هذه يا عيال شو اسوي طيب لا تاخذه لا تاخذه شو تاخذه بدون المسلخ وما نقدر نحمله نوديه لانسدير بيقعد يزق علينا زقاقه ايه انا شفت خلي نروح الملحمه ناخذ لنا خليه عيال نخليه قهر يا اخي بنيت بيني وبينه مشاعر يا رجال اقولك شيء شكله مو بيوم هاليوم اخ رد 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 انا شفتك ترجع وين وجهه شوف وجهه بعد فواز مستسلم مو بيومه يلا مشينا مشينا حبيته وداعيه يا اخي ليله تجمعنا يا شيخ ام القهر ما الله كاتب انه ناخذ هالتويس الصغير فلذلك نروح لنا ملحمه يا الله توني راضي توني راضي قسم بالله توني راضي يلا ما عليه ابشر بالعوض ابشر بالعوض فواز حيك والله والله العوض الا ان كان بتحطه بقلبك عيال الان ملحمه بعد نشوف عاد الشوبينج والبقاله والاغراض انا اقول البوفيه جالسه تنادينا من بعيد لا والله ركز معي والله ما تذوق شيء من مطعم وانا موجود حيك والله بيت تراثي وكل شيء ناخذ مطعم لا والله ايوه عيني كل شمه نزل طيب بقاله طيب ناخذ اغراض طبخ مع النقرشه حقت اخر الليل المنه لابد ليش؟ حقت ايوه بالضبط حقت الساعه 9 الليل قبل النوم بالضبط اي اقول لك شيء احس عشر تزين نفسيتي عقب الحماد انا ادري والله العظيم اني انا اعرف زين بس اقول لك شيء خذ وصل اه يعني ترى الحين جالس اطبق قاعدتك اللي بدي اصور اللي اللي لا اقصد اللي جالس اطبق قاعدتك اللي حاول تتعايش ايوه عايش فانا الحين احاول انا شوف مبتسم لاني متعايش انا مع الوضع هذا كثير يا ولد قول له جيب عربيه جيب عربيه روح تعال يلا روح مع الرزيزه اكيد مع الزبادي يا سلام عليك الله انت بطل قايد وشعب طبعا جيب المربعات وما ياخذها رايب مستحيل مستحيل اصلا شيء فطور يلا وشو ست حبات هذا ضروري فلذلك خط تاخذون مني حبه ويضيق صدري يا ساتر ترى فعلا يضيق صدره لا يضيق صدره فعلا جبني ما حد ما حب احد ياكله مش ناخذ جبن لازم وصول حق الفطور تبي بعد بس ثاني لو في قشطه جيمر بعد شوف في مربى ولا هو جوك مربى عادي كل شيء ياكله انا مربى طاوله مع جبن يبغى لنا عسل حق الشفاء الله هذا حق عمي عمي ما يسمع به حق الشفاء يلا هذا طحينه طحينيه قصدي حلو والله عمي حلو بلونه بالزنجبيل ليه زين للحلق اي زين للحر مو صحيح مو حر موت اللي تحطه مع السكر اوه بعد فرده بنكرياس كذا يلا الله حاره جدا طبعا انت في اهل الحوطه يا حبيبي اكيد بيعطونك شيء حار معروفين بالحرارة بالسبايس والفلفل ايه هذا بينبسط عليها خذ لك رانا انت حلا حقة الضحك هذا ما يضرك هذا ما ملح اصول ملح اصول بيض الله وجهك زبادة قشطة البهارات تكفى البهارات والاشياء اكيد اكيد موجود اكيد بصل وبينا طماط وليمون وسلطة طماط خذنا ودينا ليمون و... هذا الهندي كذا لسعة خفيفة كذا حق الوناسه والضحك روح نبي بهارات لحم بهارات كبسه هذه وش ذا ننه حق ننه طيب اخذنا اصبر 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 بصل طيب اصبر الله الله شوفوا كيف الطباخ يا سلام يا سلام يا سلام هذا كله هبد العبيدي ما في ولا شيء انا عرفت الحين نقص بصل حلو والخضار هذولي نقص مويه اوه احسنت ايش نقص سلم علي نقص قدر الله في ملحمه هنا اتحداك والله نظيف ناخذ حاجاتنا حق العشاء كويس قطيعات لحم اي ناخذ حق عشانا بس يب يب ضلوع مضلوع طيبه كفو صح كفو زود حلو ايه شيل يا ليه ايش هذا العميش حاشي حاشي متاكد ايوه شوف بس ربع 20 ما في الا لحم حاشي الرحاش والله ما تفرق والله اي شيء من في النهايه نعمه ولا يا ابو اي نعمه والله ما تمشي باذن الله ثلاث حبات لي الحالي ايش كبير مصور ما مال جوالات الله يسعدك حبيبي
15 ريال. احول لك انا بعد شوي ان شاء الله. لازم اخذ الجوال عشان احول له والله. اذا خلصنا اليوم تستهبل ما له داعي. شو تقدر تمسك جوالك؟ ترى كلكم ماسك جوالاتكم ولا انا الحين؟ كم حساب توقع؟ اتوقع 500. ليه تناظر طيب؟ توقعت انا توقع. انا اتوقع 400 وعليها. لا 500. تكفي صرافتك؟ تمام. لا مستحيل. يا ساتر. 550 560 سم. يا ولد خلنا نحتفل باليوم الوطني. الحين بنحتفل الحين. الا جالسين نحتفل احنا، هذه بدايتنا. ايوه انا ادري اكثريتك بالاكل. لا يا اخي مو كل شيء بالاكل. الحين بنروح نحتفل. جنبنا يقولون نحتفل باليوم الوطني. والله؟ والله. بنروح لاجل الحين. رجلي رجلي حمار. ترى مزرعه يعني وارد يعني. هذه ايش؟ الله. هذه تصبيره. ما قبل يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا جبنه الاجبان الثلاثه. تحطها بالكيس. تفتحها كذا. ايوه. مع الرز مع اللوزين مع كل شيء. ويلي. اي بدت زين نفسيه يا ابوي. شوف 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 كذا ها توزع كذا. يا سلام. شباب. التسمم ما يجيك. شباب سووني. محمد سمولي. انت انت ما تاكل تحسبك تاكل. يا وسع صدرك. اسمع توني والله خلصت والله توني خلصت. تو خلصت ما يخالف. يلا يلا حبيبي احنا رايحين ندور. والله نفسي فيها والله. خلاص ايه سهال مغص. عادي عادي ما عندنا. كمل كمل. كمل. سهال مغص. ايه مشاكل في المعدة. ابو ذا اللحية يا شيخ. ايه يلا يلا يلا. اشوف اشوف. ود ود. لا 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 هذه شريحتها ذي. ابغى اشوف تاريخها. اذا شلت شيء واحد يا ويلك. بشوف تاريخها يا رايد. رايد. خذ من هنا وحط لك يلا. اشوف اشوف. والله لا اكله والله. اسمع اسمع عطني حلفت يا رايد انا حلفت عطني. خلوني احمل ذي كلها ليه؟ والله ما جيت من الاول. ها؟ والله ما جيت من الاول. ايش؟ والله ما جيت من الاول. اخلص رزقي يا اخوي. خلاص خلصت رزقك؟ ايه. يلا شل ذي الاغراض وتعال. رايد لق ما حد رايد. والله والله ما جيت من الاول انا كفتي والله. حلو. يلا حط. انت مستحيل يعني. والله النفس فيها بيجيك سهال. وربي ما اشوف سواقه. انتبه خذ الزين هنا يلا. اوه في جبنه مرنفيه. مين اختار؟ كلنا. والله اني داري ان ذوقك. يلا روح روح. العب براسك الحين. ام الحاله. جايب اكل بس. يلا جلدي جلدي جلدي. جلدي يا ملعون. جايبين هذه جيبوا بريق طيب ابو نص. هذه شو يسوي فيها؟ قاعد اصب لك في اكواب. وين اكواب؟ جبت اكواب؟ رايد جبت اكواب؟ ها؟ اكواب جبتهم؟ لا هذا حق الطبخ. اوكي. عرفت ليش ما تكلمت؟ جلدي. لا. تدري ليه ما تكلمت؟ لاني رافع لك وانت ما تشوفه. ما تدري عن ايش ياس اتكلم انا. وارد صح. تدرون اني ما اشرب غازات صح؟ بالغلط والله بالغلط. هذا الوحيد بتشربه. والله طاح بالغلط. ده واقفين على راسي ليش؟ انقلعوا ارتاحوا. فرج عليك. هذا رايد شرف. غريب والله. شنو غريبه؟ شو ترى جبنه فرنسيه هو انا ذا. انا يعني جايب كل شيء غلط هنا؟ ايه. بالله جبنه فرنسيه رايد. شوف 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 ها وين دخل يده هو في الجبنه الفرنسيه. يو بالعافيه يا كبير. شو ايش ايش تطبخ ايش تطبخ انت؟ صح انه هو اللي جايبه وذوق لك عليه شوي بس يعني ما يمنع. طب احتفل انا. خلنا نسوي فعاليات للشعب. يلا نصيحة يعني اللي بيحتفل اليوم الوطني ترى هذا فيه لفظ الجلالة يعني في بعضكم يطلع يحتفل فيه يخليه يرميه يجلسون عليه ناس فلا يعني ترى فيه لا اصبر يا اخوي جالس اعطي ناس نصائح وموعظة عيال الحمد لله خلصنا غلط. اللهم لك الحمد اخر حلاوة ايش؟ ابى احتفل نحتفل باليوم الوطني ما ترى يوم مسكت العلم قبل شوي تراني
ارتفعت اي تطوع علم في علم ورا ما تسمع يدقون بواري انا واقف يدقون بواري فيها احتفال يلا مزرعه مزرعه احتفال اي مكان اسمع وقفني عند دوار والله احتفل لحالي ما عندي مشكله الوطنيه الان ترى في اعلى مراحلها والله اللي عزناها ما لحد منا يا رب انك تدوم السعاده اللهم والامن والنجاح والامن والامان بلادنا وطننا وبلاد المسلمين بعمر ملاكنا صح. الملك سلمان بن عبد العزيز اسال الله يطول بعمره وطاعه ولي عهد محمد بن سلمان الله يديم ذخرا علينا يا رب الله يمن امين والله احنا في نعمه يا رب لك الحمد الله لا يغير علينا سعوديون يا بلد العرب سعوديون تاريخ ونسب سعوديون وصلنا البيت الحين هذا بيتنا اي هذا بيتنا وين اي شوف المزرعه هذه اي شوف المزرعه انا عارف من الدتسن لا هو قال دخل على ترى شكلك هذا بيتنا صح هذا بيتنا دقيقه الحين رايد انت جاي لين هنا بس عشان تاخذ توصيف الرجال ايه لانك متذكر انه قال لك اطلع من الشقه سيده أيوة. يمين طيب كمل البيت بعدين اروح ما بس ياخذ وصف ادق عشان ما نضيع يمين انا اللي عارف انه يمين هناك في يوتيل الوضع ليل ومزارع وجنون و اعوذ بالله من الشيطان والجن اعوذ بالله طيب لو طلعنا يا جني وين جوالي اصوره؟ انت ليش تبغى طيب الجني بتدور محتوى يعني طالع لك جني ايش تسوي؟ انت اكثر واحد استعمل جوالك ترى اي كذا نور استعملته اوه وين؟ صح؟ اي والله شكل اي شوف السيارات شوف السيارات اوه شوف الناس تروح تجي والله الناس انا جدا متحمس صادق صدمنا ولا ايش؟ لا 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 هو دخل خطك اهو يلا 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 اه يا سلام العلم نزل العلم نزل العلم نزل العلم ما عاد جايين نحتفل ايه 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 هداك الله وقف بسرعه يا رايد وقف هاي العلم انا ها ايش دعوه العلم انا شوف العلم حقي انا جاي والله ما تحاربون وطنيتي لو ايش كم عمرك انت انا عمري سنتين اذا جاء الوطن وربي ما تمشي يا حيل ربنا تنبل المزرعه تنبل دقيقه سلام خنطور بركتك خنطور يا سلام يلا يعطيك العافية يا ربي لا أكسر يده تفضل يا الله جعل والديك بالجنة آمين وياك إن شاء الله شكرا لك الله يكرمك من الجنة يا غالي تمر يا شباب يلا بنقدر روح 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 روحني روحني جلاب العافية يعافيك طول عمرك سلمت بيض الله وجهك الله يكرمك بالجنة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يلا بالعافيه الله يعافيك هذا حق المصور بعطيه المصور اه يلا عطى تستاهل رايد رايد من هنا ما شاء الله طيب خلاص يلا رايد والقهوه كايفه الله تعرف ذاك وش كبير؟ وش هذا هي معروفة حق ديك رومي اي صح بط بط زط ودي امسك رجوله البط ايش؟ زط ودي امسك رجوله لان له حراسي ليه طب انت لا تخش معهم انت يعني اللي انا اكتشفت اسمح لي فعالية اطفال احنا جينا بينهم فعالية حقة اطفال طيب وحنا في هناك حق الدار في قهوة وفي العاب داخل وين فعاليات اطفال يا ابوي في العاب ايش جايين لكم العاب اطفال بس بس تقول يعني طيب اسمع اسمع رايد تحسبني اهتم وربي لا انزل العب يلا يا ولد جايبين شو اللعبه يلا روح هذه ايش هذه ايش هذه عجبتني هذه الصدق خير واحده بخير خلاص نطلع نطلع اسمع ولد راعي المراجيح اللي ورا هناك اقنعته بخمس ريال ورد بالكعبه انا بخمس ريال نص ساعه نص ساعه رايد اقنعته بخمس ريال نص ساعه لا تبغصون عليه خلاص يا اخي رايد ثلاثة صامل رايد بخمسة ريال يا رايد والله الحين عرفت نص ساعة صار عنده سبب صراحة رايد انه يمنعنا من الجوال استمتعت صح؟ لا مو استمتعت لان لا تلعب ما خمسة ريال يلعب باللون بيفجرها يعني سنه صغير حبيبي ترى كبير والله والله قال لي عادي قلت له قال لي عادي عادي مو عادي لا. طيب اسمعوا يا شباب ها نصلي مع الشباب جماعة ايه تفضل طيبة اي ما شاء الله ما شاء الله الحين طالعين نصلي بس يلا يلا نصلي يلا نصلي ونرجع عطني تكفى في نجيل انا طلبت لي قهوه اخذ اوجي تحتاج تمره انت صح؟ يا اخي غي خذها 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 اول اول فيديو معاذ السلام عليكم معاذ ومشعل احلى تحيه لكم الله يسعدكم ما ادري هم اللي كانوا بيجون
اقسم بالله والله اي والله تبطيني بعد روحي الله يسعدك وحب عظيم لكم والله يا حبيبي رايد بشتري لي حلاوه هنا حلويات يلا طبعا ما هو الان بس اخذت لي قهوه من عندهم هنا قمره قهوتهم لذيذه ما ادري كيف سواها انا نفس الوضع يعني ابى حلويات انا ابغى اشوف حلويات ستير اللي عنده وش هذه كلها حلويات بقاله عندنا ما في ستير السلام عليكم ايش اخبارك عساك طيب يا مرحبا تشرفنا يا غالي ايش اللي عندكم يعني تسوون انتم من البيت ولا شيء لا هنا عندنا مستورد قهوه هذا اي هذه منتجات ما شاء الله تبارك الله طيب على كم على 10 طيب نبغى واحد قهوه سريعه تحطها في اي تمام تمام مخلوطه جاهزه كل شيء بن مع ايش قهوه ولا خلطه سريه قهوه ما شاء الله الله يوفقك يا رب حبيبي واحد اقسم بالله لا يطبها طوال يا مرحبا الله يبقيك يا غالي يا حبيبي سعد يا حبيبي لا الشرف يا هلا وسهلا يا مرحبا حياكم الله لا لا كاش 14 عندك ريالين؟ تفضل ما عندك ريالين؟ طيب باقي ريالين والله خلني اشوف لك خلني اشوف لك مثل حشروني الله يكرمك بالجنة اعذرني يا غالي الله يكرمك يا مرحبا حياك الله يا هلا وسهلا يا عيال اول شيء انا انصدمت انه ما في احتفال اليوم الوطني كان امس احتفال الاطفال كانوا عوائل امس الله وقبله قال انه احتفال سالته انت سالته قال لي احتفال ايه طيب اسمعوا عيال اذا ما احتفلنا هنا نحتفل ورا ببيوت المهجوره ليش؟ لا 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 ليه؟ لا لا احتفل مع مين؟ خاطر ليش اخاطر؟ مع محوس مع جنون؟ مو خطوره عندك الشاف نروح نسوي جريه بالبيوت جريه؟ انا في الديره انا في الديره وش يسمونه وش يسمونه؟ مغامره جاب راسي وندخل ايوه لحالكم ما يسوق هذاك والله تسوق انت مغامره ندخل البيت المهجور والله يقول صار له سنوات يا سلام طب ليه والله محتوى انا اقدر محتوى مو محتوى لا تدخل مغامره ما ابغى مغامره ما ابغى بس اخش داخل هنا ابغى اشوف السوق ذا يا اخي يلا خلينا نروح السوق مغامره وبعد انصرف صرف تشوفون مني مطاقيع ما في مطاقيع مطاقيع يلا 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 مين الطقعانهم والله انهم طقعان طيب اذا ما شفت والله اسمع والله ايه لا اجننك الليله يلا طيب شوف ابو عبير هناك في الرياض تحسبه اي طيب من دائما يرقد في النص عشان الخوف ها من المط من المطقاع الكبير شوف نخ اقول انزل طيب عيال هذا مكان مكتوب القريه التراثيه بالتويم توزيع هدايا تذكاريه انا هذا اللي جاي نخ شيء تذكاري صراحه يا عيال اقول شيء اقصد انتم ليش تشوفون هدايا شوفوا المكان طيب اسمع بقول شيء جوالات الميمان بس انا والله علي مبسوط ايه ايه اسمع تعرف القروشة اللي ابغى اشوف انا نسبة وناستي صراحة 80% ايه ايه انا 80 انا والله زادت 90 الصراحة ايه ما في احد واو هذه الجرية هذا المجلس يا شباب ما في احد شباب ما يسمع شوف قهوة ايش؟ قهوة الجماعة هنا الجماعة منزل ايه منزل الراشد هنا الجمعان هنا قهوة وهذا هنا مجلس شكله عبد الله الله بن عبد العزيز يا عيال شوف الطريق بمشي من هنا هذه في عندنا مزرعة صناعية حول الشفاء كذا نفس الممر ذا ورا جاية ترى نفس الممر ذا يا عيال عبد الله بن عبد العزيز دكان هذا كان كذاب اي شوف يمكن مفتوح طيب لا يا اخوي شكله قديم ترى يقفلون ستة الليل وهذا منزل عبد الله هو راعي البقالة رحمه الله اي راعي البقالة الله يرحمه ويغفر له يا عيال شيء خرافي والله سعوديون يا فخر والله تمشي والله يا حال مو بخصم يا اخوي بس ما في شيء شو طلع ما في شيء مطوري صارك بسم الله وتوكلنا على الله وش ما في شيء وين تروح انت ما ادري وكان بقول احد عندك كشاف جوال تصور انت ما معك كشاف يا عيال الحواري كلها قديمه تعال شوف تعال شوف تعال شوف اي بيوت قريه ذي بتحصل دكان تحصل شيء شوف هذاك هناك مكتوب عنده لوحه شوف احنا دخلنا بيت رعب شباب ولا بيت رعب كمية الهدوء ست المغرب ترى كل شيء ما في احد ساكن صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم في واحد يشهر هنا تسمع لا ظلي هذا صح؟ تسمع لا تسمع اشتراك يقول اي والله اشتراك الله يرحمه اشتراك ها؟ مزيد مشاهد يعني معلش اذا حسيت انك انت مستمتع الى الان انزل تحت واشترك عشان انا استمتع بعد بس تستمتع انت انا بعد بستمتع ندق هي اقسم ضرب الكعبه ندق الباب من نفسه
والله كيتا كذاب. انت اللي طايق، انت اللي داقه. هي اسمع رايك، انت اللي داقه، انت اللي داقه. هاي اقسم برب الكعبه، شايفك اقسم برب الكعبه اني داف في الباب عشان ادخل داخل، قال لي كذبل، سمعت من داخل طن، خليته خل نروح هنا يا عيال. بس اقسم بالله في قطوه. وين عندنا؟ شلونه؟ شلون قطوه عندنا؟ كل جلسه تماوي لكم بيتنا عند باب بيتنا. لا اي لا 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 اشوى مو لونه، مو لون لون لا انا برتقالي عادي. حتى لون عادي يعني ما يسكنون فيها يعني؟ والله ترى ما يفرق اللون الصدق. طب شوف لي راس بنت هنا جي جي ترى والله باخذ هو رجلي احمر اتفاهم يا شفت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجوز تسلم ولا لا انت ما تدري يمكن واحد منهم. لا يا اخي لا تسوي ذا حركات. لا 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 هذا اللي سوي. لا ترمي علي انا، لا ترمي علي. سم بالله ما يجوز يا اخي. لا يجوز. عذبت روح، عذبت روح. شلوني ما ادري كيف اوريك ايش سويت. سويت زي كذا والله انا دق. شباب شباب الله يصلحكم يا اخوان، تعالوا شباب. ما تسويها ما تسويها ما تسويها ما تسويها يا رجلين رجل حمار. والله اني لا اروح هنا بس اشوف فيه. بنروح هذه فعاليات زمان في الديره. الديره ما فيها ذي الفعاليات. شوف ظلام تروح له اكشن. شوف رجل ولا شراب ذي. خير ذا خواف ذا رايد. تبغى غنم ها؟ كذاب. شوف حوش الغنم والله العظيم. اروح شم هذا. اي والله في غنم جنبنا. اي بس مو بالبيع تلقاه. هذا بيسلم علينا ذا. هيا حبيبي. والله لا عاد تبغى من الاخر جد جد تبغى. شلون انتم طالعين مخلين الباب مفتوح؟ ايه يا عيال خلونا ندخل نقفل البيبان عشان ما يجينا رجلي رجلي حمار. ايوه يعني تحسب ان الباب بيمنع يعني؟ ها بيطب من فوق؟ بيطب من هو من وين؟ لا ما يقدر. قفل الباب. قفل البيبان يلا عيال. وشو بعد؟ الاغراض. يلا. يلا شيلوا الاغراض معي. يلا عيال. يلا يلا. الحين وش اسوي؟ الاغراض. يلا يبا. فواز شوف جنون العظمه هذا ما يمشي يفو. جنون العظمه ها وش بك؟ سولف تفضل. ايه يا تفضل. وش صار؟ امسك المايك كذا. ايه امسك المايك كذا. مقابل مقابل مقابل. فواز ليه 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 ما تبي تروح معنا تشيل معنا؟ وصلت كفايتي. اعطيك الجوال. تعطيني الجوال. تعقب تخسر. اجل يلا. ترى هالمرة بجيل الأغراض. مش هالمرة. هالمرة بس ترى اللي بيغسل عشانك بتغسل الصحون ولا والله. لا والله. لا. أنا بقطع البصيلات. وأطبخ لك. وبقطع الطماط. أيوه. ونسيت الخروف اللي دافه ولا جحدته بعد. خروف اللي ما شفناه. إيش؟ من اللحم هذا اللحم حاشي. ب 70 ريال ب 40 ريال. ب 20 ريال. الله فعالية زمان. يا سلام أنا بتفرج ها. يلا تفكر ليش لا يا تساعد يا توكل على الله. هذا وش الحويل والله اي ذكرته هذا الحويل يا عيال. ايوه هذا هو. ايوه الحويل اللي برا. لا اي هذا الحويل. تكيه كذا اخر حلاوه. يا ضرب لي بوري كذا بوقف بضحك ما راح اوقف. امشي 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 امشي. لحظه لحظه. اي لا تلبس يمكن يجيك في تراب ولا شيء حسيه. طيب انا بخليه احتياط. هذا حق ايش؟ ايش وش هذا؟ هذا حق ذا فواز نمت معه نفس الغرفة. حق الحرب يوم جت الحرب وزي كذا حق هذا المسلسل. عهد الملك فهد. هذا حق حرب الخليج. عهد الملك فهد. ايوه والله. اي كان عندنا ترى. اذكر كان ابوي يسولف لي عنها. احنا كان عندنا ترى مثله. يلا مشينا محمد امشي. اي خلو 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 عندي موضوع. عندي غسل صحون ومصحون. تبي تغسل صحون؟ لا. طيب تعال شيل ثلاث اكياس بس صغيرات فواز. الوضع حبي. ثلاث اكياس صغيرات. خلاص تبغى ترتاح ارتاح. لا ثلاث اكياس صغيرات بشوف اصغر ثلاث اكياس واخذها. المفتاح نسيته رجيبه هناك. لا وين رحت المفتاح فواز؟ انا بس ثلاث اكياس فواز. يلا افتح السياره. افتح السياره. تحت ثلاث اكياس. واحد اثنين. لا لا عطى كيس الرز. خله يتحمل كيس الرز يا حبيبي. البرنامج بيكم وعليكم مقدم برنامج لزقوا بديتك ما شاء الله فاهم تهويل. هذه هدية جتني. ما ودي هدية. ما ودي هدية. راح عط وجهي في الراس طاير دلوقتي. ما يخالف ما يخالف ما يخالف.
من محبة يا الله. كيف جيت المحبة؟ كيف جيت الغرام؟ عطني تفال عطني تفال. بس سمعت لي تذكر عادل هو مبرش. يا عمري يا عيال كبرت بعيني يا فواز والله. تعاونوا ما دلوا. طب اسمع شوف البس هنا بدا يتلون كان كان ايه؟ تدري متى بيطب عليك؟ طب شوف شوف صورة صورة صورة. كان ابيض برتقالي صارت برتقالي اسود. اليسار ايوه. اقرب نفس لنا يبعد يمكن 10 دقائق. عيال ترتيب تكفون، القدر نعرف وين نحطه، البارد نحطه بالثلاجة عشان تصير اكلتنا حلوة يعني انا اللي بطبخ. يلا. انا اللي بنفخ، انا يلا. اللي بكرف. فانا عندي بس مساعدة بسيطة الله يوفقك. يلا يلا. يعطيكم العافية. حبيبي والله حبيبي. إذا ما بلغتك لا لا أرد عليك الساعة 3 أنا لا ما تسويها وأنا أخوك. طيب أول شيء اللحم نحطه في الثلاجة؟ نعم. لا 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 اللحم لا لا ثلاجة؟ هذا ثلاجة الأول ترى كان في الشنطة يا بينطبخ. يلا مبرد هو أصلاً واز سم امسك حطه في الثلاجة. ما نحطه في الثلاجة نحطه في فريز. طيب يلا امسك 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 البارد ها حطه. يا الله تعبت لا يعني الثوم حاطينه مع جبنة كيري شلون؟ شلون بالله؟ هذا ايه؟ اسمع هذا امي وين تحطه زمان؟ طب اسمع شوف ايش جبنا لك؟ ايش؟ يا عمري جداً. يا شيخ جدا يا عمري اي حلوه ذي حاره حط مثل لا مثل لا شو كبك ولا؟ اسمع امسك الشاهي وين احطه؟ خليها هنا مرحبا مسلم حلاوه طحينيه ايوه هو أز... ليه؟ شيخ ايه ليه؟ جدي جدي وعسل يا عمري كيف جيت المحبة كيف الله يوسع صدرك بالعافية يا اخي السعادة بدون جوال احس اني يعني صراحة انا انسان قديم احس قديم فضفض بدأنا نجلبر خلاص ما مسحوك هذا ليش كله ليمون ما في هذا حامض عذاب لا ها يلا افجعكم تخيلوا ما في غاز لا شوفوه شوفوه لا يلا يلا يا ابو قطعوا البصل الحين شوف اذا طبخنا الحين الكبسه ما راح تخلص الا بعد ساعه 23 دقيقه وشو والله كثير انت كذا اقول لك يقول لي الحين هذا مستغرب هذا يحطه واحدة بالثلاجة واحدة هنا عشان نسويها هذا بعدين خلوا بارد خلوا بارد أحسن بارد مو فريزر 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 ليمون ساعة كاملة بيفرزن منطق يعني وإذا ما إذا فرزن شوف شو تصير اسمع طب اسمع على عيونك طب هيج سميث هلو بالعيال السلام عليكم هذا تنام في الليل يجي هذا يطلع صوت هذا اي هذا هذا هو سام شي ما يجي طبختنا نبغى دسميث دسميس انت ايش تطلع عشان اليدين عشان اليدين اركب لك اليدين ولا ما تبغى طيب دسميس وش هو دس مفك تسميه دسميس اسمه دسميس اسمه دسميس ما ادري انا باي انت باي ايش انت باي لغه تتكلم ما ادري يا اخوان يا اخوان لا تسقون ام والله على والله العظيم ايش اسمه مفك 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 سكروب سكروب انجليزي اي مفك سكروب دسميس دسميس خلاص يلا عطني سكروب عطني ما في طيب كيف نقول بتشيله بدون مسكات؟ اي عادي خلاص نطبخ عنا على 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 الحطب حييك شل 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 ميه شل ميه بطل بطل مكسيكو اوه في 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 مسامير جوا لا مسامير جوا عادي بس كانك بتشيل اي لا 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 ما في ايش هو؟ ابي القدر انا اهم شيء ينكتم ولا ما ينكتم؟ لا لا ينكتم ينكتم ذا احس بروح اجلس روح روح ما قلت بسم الله باقي بصلاه قطعه وانا اخوك وتدمع تروح تبكي هناك لما تجهز الكبسه بس ايه بالله اسمع سولف معي يا هلبه ترى تجلس لحالك ايش بتسوي؟ ما نسولف معك مع الدريشه مع الدريشه يلا كيرا براس براس مع الدريشه نسولف معك طيب قطع بصل ولا شيء عطني عليها الشحم الله يرحم والديك عطني البصل ساعدونا بسم الله بسم الله بسم الله هذا هذا جرب على اي شيء انت تبغى تستعمل هذا صح من الاول والله ها شوف لي شوف لي كسر اللي سويته وش طيب شوف ها شوف 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 طيب. في اختراع اسمه كذا صح طيب ايوه بس انا ما شفته سحبت ذا ما شفته كل هذا ما شفته من العميان انا ولا انت انت طيب واللي جالس اسويه انا الحين وش انا سحبت هذا المنطق هذا حق الناس لا احد ذا دخل رقبتك زياده رقبتك رقبتك هات الكده بس شوي طيب نحزم المليان يا اخي هذا الحزام البني كاراتيه انت جاي تلعب كاراتيه يلا يلا بس يلا فواز جاي ايش ذا ايش اسمه ذا هذا ايه
ما ادري حزام. حزام اوكي. شو اسمه ذا فواز؟ هذا جنوب تعرفون احنا جنبيه جنبيه. ما نلبس جنب. لا 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 مو بجنبيه. لا هذا ما في. هذا ما في جنب. هذا قايش 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 صح قايش قايش. يلا 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 غسيل القدر غسيل الصحن على فواز. فواز بتقوم ولا البصل تقطيع هذا على مكسيكي الباقي بتقوم يا قاعد مسمسيك. انا راسي كان... انا اخدمكم على راسي طال عمرك. وش اللي على راسي؟ انا اطبخ لك كل شيء. بس انت بتحط في القدر كح 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 خلاص. لو ان الشغل بضغوط كان طبخت انت يا رفل. قم وشو لا وش بدي خالك. بدي واحد منه يطلع دمام كذا. بدي واحد يطلع منه دمام. يا عيال يطقطق علي يا عيال. يا الله زليت يا زلمه. لو انك بنت مقطع بصل والله ما ارحم. وش مقطع بصل؟ تبكي يلا روح جو صح بصل وغسل اول شيء. ما معي نظاره. انقطع خلاص انقطع بصل. اي بقطع. انت غسل الصحن. عادي 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 غسله. انا غسله بس ابغى صحن عادي يعني غير ذا لان هذا حق البلم. ابغى صحن اقطع فيه. وشو؟ هذا بلم. وش بلم؟ بلم وشو؟ بلم هذا حق الرز صح؟ إيه. لا 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 تذكر اللي قلتها انت بدايه المقطع؟ ايه شمال وهذا شوي من تحت الرياض والجنوب وما حد فاهم على الثاني. يلا ما عليه ما عليه ما عليه. انا من تعرفت عليك انا ما شفت الخير يا عيال. احس ليش؟ خله 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 قص صحنه. هي يبي لي صحن كذا. ايش تحضر فيه رز؟ هذا شوف. لا لا بي يسار. لا 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 يسار يسار. ترقع. بترقع. ايوه يا سلام عليك. غسله. حمد. خلص هذا؟ تبدا بهذا تغسله زين لانه بينقع الرز. ما نظفته زين تاكل رز مو حلو. يا عمري يا شيخ. يا عمري. اي داس علينا ذا. ايش ايش ايش؟ ها؟ كمل تكفى. يلا يا ربع نتعاون ويش؟ ما ذله. يلا يلا. ايوه. شوف الموية عادي. ما دقيقة. مو بتقول انت لمع زين وخلاص هذا مو بهذا شغلتي؟ اقطع اقطع. ايه. كم تبغى بالبصل؟ بصل واحدة. خلاص. غسلها تنظفها تقطعها. ايه لا ما عليك. تقطيع صغير. كم؟ ازهر بيض الله وجهه. اجيك ذجه هذا انا بخلص لي شغله وبجيكم. ها ايش؟ خلص لي شغله. وين رايح؟ ايش تبون يا عيال؟ ايش تبون؟ تبغى تروح تقعد؟ تبغى تروح اقعد قدامي هناك عندك. اي اي بتذكر. لا 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 معنا. طب اسمع عندي لك انا شغله. رتب البهارات الاشياء اللي تبغاها وقت الطبخ عشان. اي والله صدق عشان. يلا يلا يلا, يلا رايد يلا يلا. والله كل شيء جاهز. لا لا يلا رجعنا. ما يخالف. وخر انت خلني اقطع. ايش تبغى تقطع؟ اصبر بقطع. شوف ذي اللي مو بتقطعها فيه هنا. هذه هنا ما طيب شلون بتقطعها؟ ما في صحن. بقطعها في الصحن ذا. وهذه هنا. والله اني مختبي. وهذه هنا دبان. ايه راح اسكت يعني. طيب ممكن تخلص كذا سريع يعني؟ مو بتقول انا بس بخلص شغلتي ممكن؟ خلاص عشان تعرفون ان الوضع بدون جوالات كيف يفقدونك بسرعه؟ اقل من 10 ثواني وتحداك اذا ما صوتوا لي. رايد والله العظيم اني اقسم بالله اني ادري والله. ولد سم تعال. رايد رايد كذا الوضع بدون جوال لازم والله والله لازم وضع سم. طب انت عاونوا ما دلوا ما دلوا ما دلوا. جدك انت اللي جايبها صح؟ يلا اشتغل معي. طيب انت متنظفون الباقي علي. طيب وين اللي باقي عليك؟ وينه الباقي؟ اخذ الرز واغسله. طيب. اسمع اسمع واغسله. شلون اغسله؟ اعبيه مويه ولا لا 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 كب الماء واعبيه ثاني مره. لا 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 كب الماء واعبيه ثالث مره واخليه. بعدين اروح عند ايش؟ ايوه عند ايش؟ ايوه عند القدر. واغسل القدر واحطه على النار واحط زيت واحط البصل واحط طماط واحط البيض. لا خلاص خلاص شوف 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 ساعدنا. الغسيل في كم مغسله؟ في 1000 مغسله. ايوه نعم. روح نقطع الرز تعال. يلا احنا في من جهز لك الطماط جهز لك الدنيا. يلا 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 يا رايد يلا. طيب وين حط الرز؟ بسري؟ ما تحط الرز هنا. خلص من هذا عشان احط الرز وغسله. غسل طيب اول القدر وذا نكسب وقت. طيب القدر جديد بس مويه بس. بس مويه طيب هناك زبطها. ربع تعاونوا ما ذلوا. ربع تعاونوا وما ذلوا. يضغط سبام يضغط يضغطون ورب الكعبه نهايه المقطع وفي واحد بنخسر بعض والله. عطنا جوالات ولا نخسر بعض. مستحيل والله. ايه قطع بصل. ايش فيك مكتوم انت؟ ايه يا الله يا ذبان. عقال رايد والبصل ذا اللي جابه هو اللي اختار البصل؟ ليه؟ ليه ليه هذا كله ليه؟ ترى انا مسوي كذا والله انت مغطي حتى وانا بعد. يا رجال ما يبى مني الا كبدتي.
والله ما الومك ما تشوف الكامل عادي. شوف حطيت خدك فطشت الحين. فايش؟ فطشت. فطشت؟ هم يسمعوني اقطع بس ما يشوفوني اقطع. هم ابدا؟ جدا. تفضل. هذا المكسيك. شجر. خلصت خلاص 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 وقت طويل يعني الاحظ اي شيء تسويه. لو سمحت بسلم عيالي عيالي عاشوا عاشوا عيالي عاشوا عاشوا فاره وبعيني فاره وبعيني عيالي يلا هذا هو فعاليات اول ايه كذا يستنسون عند عيالهم السبايك فهمت يلا ايش كانت تقول اول معروف عند العائله ذي همي وهمي همي همي وش همي ما يعني اكل الله اكل ما ادري وش همي وهمي همي كان تغني له كثير شوف ايه همي روح همي وهمي همي همي قطع خلاص باخذ كدت كل اقول بس هذا الحين بتشوف هذا اي ما عليك يا رب عفوك يا عمري عيال الله اخر شيء واحد منكم شغل الفرن وانا بتغيب هنا اشي ده تجار ولا شيء موجود شوف عشان لو في حاجه فارت على النار يفصل غاز عن كل بوتاج بوتاج بوتاجاز 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 وش بوتاجاز هذه البوتاجاز اللي تحت برضه ايه امورك طيبه يعني همي وهمي همي 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 ايه الله الحمد لله رايد معنا الحمد لله رايد معنا ايه لا كان منضيع انا وياك يقول وربك كان بتذوقون كبسه حلوه ولكن لحم الحاجي ترى يعني طيب لحم حاجي ما في ما لقينا جيب دجاج مبرد يا اخوي ولا نجيب لحم حاشي ويه؟ ليش متكرون الحاشي يا عيال يا اخي ما انا طبخته اي طبخته ترى يبغى لها دقه عندي هي انا ضبط لك والله خليك والله ودي انك تجيب دجاج مبرد والله ما عاد ما ودنا بالحيمات على الصدق قلنا يعني ما تفرق وحاشي من هذا اي تشوف ما راح مداخل البقال كم من اللحم ما اعرف توقع يعني ما يقارب 89 نعم ب 20 ب 20 ب 20 لا لا والله ب 20 هذا همي وهمي همي 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 ايه 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 اسمع بروح اجيب اندومي ودجاج مبرد عشان لا حجت عيد 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 اجيب اندومي كتب خلي يروح طيب في من تتصبط لذا الحمل لا 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 ينخطب بدأ منه وش لا لا ابا فر ما تفر حبيبي عادي اذا هذا بنلقاه عند حق خرفان ذاك ذاك ما حم يشتغل واحد كافلك يلا خلصت يلا خلصت يا خلاص خلصتوا خلاص يكفيك ولا يكفيك اصبر اشوف ميديم سمول لارج كله كله موجود اكيد غسلته مغسل جاهز تسبيعه يا سلام طيب غسل يدي ريحته بصل شوف بيض الله وجيهكم شم بيض الله وجيهكم يا عيال الباقي علي يزهلوا هذه كلمه ربع تعاون وما ادري الباقي علي يزهلوا خلاص تم تم ازهلوا توكل على الله احنا ازهلوا وايش تحتاج ازهلوا ما في اي شيء تحتاجه مره خلاص يعني اروح انام باخذ الغفوه اي تغفوه صعب كذا اجيك والله جيم طيب اذا انت تاخذ غفوه هذا ايش بيسوي لا راد والحين جوالات وقت استماع الاخبار ومقفل الباب انا ليه انا ليه ابغى اروح اجيب الجوال والدجاج بس راد نص يوم راك من نص يوم راد ونسمع الاخبار جدتي يمشي بس اذا في اخبار والله بسمع بس ايش بتسمع يلا 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 شغل الرادو شوف الرادو هناك هذا هو هنا طبعا الغنيمه والله تقطيع ولا بأس يعرف يعني مو بسيء ما يشتغل شكله خربان شغلك تلفزيون تتفرج لنا دقيقة يلا تفرج ما ابغى بغراده اهم الانباء مين العربي البكشر سوون عيال بنشغل هذا ابغى شغل الراديو ما يشتغل الراديو هناك يا هو في ذا هذا حق ال اول شيء النقال بمسوي كذا مو بجلكسي اول شيء شوفها اوف يا ساتر يا ساتر اه ما في نص تلفزيون خلاص تابع ربع اعلانات تفرج طيب ما في يا الله الله هذا المقدمة يا عيال اللي عرفها المقدمة نينجا 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 بطل ما اتوقع يا هذا هو واحد ثاني اللي عرفها هذا انسان عريق جدا ترتتتتتا بيشيوميني ونقابيني نينجا 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 بطل محبوب نينجا 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 الله نون نون
ما في صوت؟ ليش ما في شيء؟ ابغى اشغل شيء طيب. تكفى اشتغل كبير. والله يا عيب يزين يومي اذا زين ذا، يا رب انه يزين. خلنا نشوف. مفصول الفيش. بسم الله. وين ينشبك؟ والله وش بتسوي؟ كيف وين ينشبك؟ هذا. طيب هناك في فيش ثلاثي. طيب ايش بك هنا؟ هو شيء واحد. كيف جيت المحبة؟ لا وين وين وين؟ يا اخي اسحبها من فوق يا ذكي يا عمري انت. ما فكرت فيها. بيشتغل تتوقع؟ بي هنا هنا. نسمع اخبار رياض، نسمع اخبار اليوم الوطني. في كاسيت هنا ابغى اسمع وش فيها. هذا كاسيت ايش؟ كاسيت ما ادري. مو مكتوب. يمكن الفوليا الحين. لا ما عليك ما عليك. طيب اول شيء خلاص حطيته انا. الفوليا مرفع يمكن. خلاص حلو حلو حلو. اجيب العلم ما عليك. خلاص خلاص عندي عندي. هذا فوق هذا ارفع فوق. وجهه وين الرياض؟ كذا. الرياض؟ الرياض هنا. لا كذا. لو 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 رايد وش يسوي رايد؟ رايد وين؟ ايوه ارجع ارجع ارجع. بلا شك بلا شك علاقة. معلاق؟ ايه معلاق يفيد؟ ايه المفروض. لا بف عليه. لا هلا حرك هذا. ايه خله رادو. كما ذكرنا كما ذكرنا. الله الله يا عمري يا شيخ حيك رايد. يا سلام والله يبغى لها سين ثاني. تعال تعال يا عمري يا شيخ. هذا الكسد والله انا رجعت يمكن 20 سنه طول من جد 20 سنة أو 7 سنوات يعني وقتها كان. كيف كان مركب؟ شو تسوون؟ شو تسوون؟ تعال يا عمي سخنا الرقم. شوف 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 شابكين علاقة. يا عيال شلين أنتم؟ شغلنا أمه شغالة كان نسمع شعر ما أدري شو نسمع. لا لا كان ورا ورا ورا. ببدأ طبخ أنا يلا. يلا ابدأ طبخ أنت خلنا هنا. في سعره هنا من حاجب فواز. يا الله بابا رأي تعجبه. شوف الكاسيتات هنا. هلا بالعيال. ترى من ده تكفى. بشوفك يا حياة الروح. خلاص خلاص والله كان ابغى حق نغلى شو اسمه الاوبنوتري شغاله. خلاص وش يسوي طيب حنا؟ رابح رابح صقر رابح رابح 2000 عام 2000 هذا رابح يا اخوان ما تشوف الا صندحه ما تشوف الا صندحه هنا شوف يا عمري يا رابح. طب اسمع الله الله يا زين عزلنا الله شرطان. ايه حصلناه حصلناه هناك. منين اغسلك شوي القى شعره من حاجب فواز. طبعا يا جماعه النار تحرق السم. لو احط سم وبالنار يحترق يروح مفعول السم. فيعني ما عليكم يعني النظافه ترى نظيفين واحنا شباب ولا نتنجس من بعض يعني. اللي يقول واي واي مقرف واي ما يلبس كلابس. ها شفت الصوت هذا تقوم راح ياكل من يدي. والله ياكل يدي بعد. خلاص الحين نبدا ايش؟ نبي الرز مويا. خلاص نخليه منقع هنا. الحين نبدا بايش؟ الزيت. وين الزيت؟ كذا فليفله ما تضر يعني حق التنكيه يعني. نبي نفتح هذه شلون؟ ان شاء الله انه في مفك. ان شاء الله يا رب. لا ان شاء الله يا رب في. والله شكله ما في. ما في مفك فلازم نسوي الطريقه الثانيه اللي هي شغل يدوي يعني. الله المستعان. بسم الله وعلى بركة الله. واه تعبت تعبت. النار الكبيرة هنا. لازم نشغل الغاز. مو من لا شغل شو ما شغل مشغل من هنا هنا. شوف اص 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 اص. لا ترى طيب وين المسدس؟ حس بذا من اللي يشتغل طع طع. لا يا عمي ذاك دي. ما في ما في. لا ما بي هذا الثاني بي الثاني هذا. اي واحد ذا. ايه. الكبير.
اجل هنا شوف لا يكون فاضي مصيبه لو فاضي. طيب شغلها شوف من الازرق. ايه كانت طافيه شغلتها انا. والله الله يسعدك طول عليه بس. ايوه بس بارك الله فيك حبيب. هذا منطرب هناك منطرب جايك يا فواز جايك زيت زيتون لو تشربه ما يضرك فما يضر لو زودت. جرب تحط شيء بسيط. اوه لا كويس تحمس البصل لين يشقر يشقر صح. طب اسمع تنزل لي ضامنه؟ ما اعرف لا تدري تمزح. خل بصل مع الزيت يطلع ريحه يا جماعه اموت فيها. مريت سوق الذهب لما لا لا يبيدي بيت تسمونه انتم البيت. تعرف البيت اللي امسك فيه القدر تمسك فيه الشيء الحامي قماش قطعه قماش تسمونه انتم قماش قماش. ايوه مريت سوق الذهب لا لا لا. وين ولد مسيد؟ اطلع ولد مسيد اصبر خليني اصلح ذا. اوفا اللي هذا هذا اللي قبل شوي قد مسيد ده الا فهد مسعيد. خربته يا مكسيكي كسرته مروح سويته سويته كسره كسرته شو 7000 ريال غرامه ما ضغط بالجوال تجيك فرط حركه ما ينفع يا فواز الله يهديك. بشب 10 مرات تعال بشب 10 مرات فواز مرتاح بالي ليه لا تغيرها يا عيال والله يا بيذقون كبسه والله اني اثق والله اليوم لي يعني لي نفس اطبخ فبيذقون شيء خرافي باذن الله. بدا يشقر شوي نحط من الفليفله صدق يا اخي يخليك الموضوع تتفكر انك تقدر النعمه صح والله تقدر النعمه يعني اول معاناه كيف انهم يسمعون الراديو ترى الحين الساعه 9 وانا فيني نوم من هلك سوينا كل شيء في اليوم 9 توها 9 18 راح الوقت. ايه مشى الوقت. فولي فلان. الان حط ايش؟ اطمطمه. قطعها شوي كذا ما يضر. هذا بدل ما تقطع الطماطم يكون الطماطم جاهز. الان تحط الحيمات ولكن اذا حطيت الحيمات ما تملح لانه لو ملحت الحين راح يكون اللحم قوي فما ينفع. خلى اللحم يطبخ يخلص بعدين تملح. حلوين؟ حلوين هذه شحيمة بعد. شكرا للإخوة المستمعين الذين يتواصلون معنا. اقطع صوت الفخم ما شاء الله. تحية للأخت مدري مين الودعان. حرفيا نحتاج مساك نفس هذه. هذا مدري يتحرر ولا لا. خله 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 اصبر تقلب كده قلبها تحمس اللحم تخيل يقول فواز تشارلي بندريلي لابد من اللسعة يعني شيء بسيط. ترى البهارات الهندية انا اتكلمكم انا فيني قولون والله صراحة مدمن شيء اسمه حار لكن عشان يعني يستمتعون احط لسعة يعني ما تضر. شوف على ايش تحس طبعاً هذه ما تعرفونها شوك هذه ما حد منكم يعرفها اتوقع يعني في ناس كثير يعرفونها بس برضو الصغار ما يعرفونها. دين بهارات الكبسة ثم ايش بعدين تقولبه كذا تمسك هذه وتقولبه وتزود بهارات شوي. هلا طيب شوف على ايش دعست. ها هاي شوف على ايش دعست. وش ايش اعوذ بالله اسلم انتبه ترى الارضية مليانة. انتبه انتبه انت اللي انتبه انت متنكه كامل. اسمع خلصنا لا انا اعرف مشاكل بطنك ومدري ايش تكفى زود سبايسي خل اذعى. تشوفون انا قاعد افكر فيه واسوي لسعات سبايسي يقول لي لا والله لا والله خجودي. والله لا اني اجود والله انك اجود والله شربي رجال ما يضر. واو يا الحراره ايوه ايوه خله يبقبق يبقبق شوي ابو ثلاث دقائق تحوفه 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 بعدين تزود معه. طيب خلاص خلاص شوف الاشياء اللي عندك. طيب دق دق اي مو قديم هذا هنا في راديو ايش هذا هذا هنا. طيب اضغط عطر
الله مو درا اشوف 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 الله روح 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 اعف عيني نص يا وسط يا والله هي هي رايد خلا شويتان رايد رايد ونقلب ثاني مره رايد ونقلب رايد تعال شم وش العطر القديم ريحه جده لكن الله يرحمها ريحه شيء قديم ايه فخم ترى هذا يتعطر فيه ذا كاش هذا ايه والله ريحته حلوه فواز يحب القنابل صراحه شوف البقبقه تبدا تقلب طبعا انا احط الثوم بقشره خلي ايش قنابل بوم فواز اليوم بيعيش بوم هذه القنبله الثالثه بوم خلصنا من القنابل نجي هنا اثنين ما يضر بوم نجي عندي هنا ورق الغار هنا نكهه إذا تبي كبستك تصير لها نكهة ورق الغار والله حرفياً يعني خلصنا نقلب شوي قلبتين بس لا تكثر هذا التقليب الحين نضيف الموية والآن نكتمه مو نكتمه نكتمه عشان تحسبوه نكتمه نكتمه صح ثم نتسوي كذا الحين تبدا تمسكه من هنا اذا هذا ما ركبناها طبعا فتمسكه كذا توزن موزن صح ان شاء الله فتشوف الحين يعني ايش منكتم ممتاز خلي الى 25 23 دقيقه نفتح نملح نكتم 5-6 دقائق انا كذا انا نفسيا انا احط ملح بعدين اكتمه بعدين نضيف الرز نرجع لكم بعد 25 دقيقه ودي الكاميرا عند العيال خلاص فكر بموت حر بروح اغسل ودي عند العيال مريت سوق ذهب ابرسل لك قنابل شوم يو يا الاعلانات ايه لدينا شقق ممتازه باسعار مناسبه خلينا نشوف الاول اللي راضي على كم مكتب مدري مين شهري حي ابو اقرا 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 ولا ما انت ما تشوف انت اي ترى صغير مره يعني ايه بس انت بلا ينقطع شوف بيع شراء تاجير جميع انواع الاراضي هذه وين؟ الشارع عام مجمع مو سكن الله تدري احنا وريناها ابائنا بكاء ايه الان يا جماعه الخير بعد مرور 27 دقيقه الحركه المعتاده حركه 2002 العيال بيدعوا لي والله والله بيدعوا لي الريحة حلوة بس من الريحة سبايسي والله كرون فواز يوم يقول ما يبس ها مثلجة تعالوا خلنا نبرد وجهه فواز تذكر يوم تقول ما يبس بحطه بفريزر تبيني احطه بحلقك الحين لا يبس تكفى ايوه يبس الله يقطع ذا الراس يا شيخ ما يبس اثول ناكل 7 دقائق تتفرج علينا ما تاكل 7 دقائق تمام ترى يضحك يضحك يعني انا واثق اني انا باكل 7 دقائق ما توقف على رجل واحده في زبادي سؤال واضح في لبن لا منك شوف 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 احنا سواقين صح احنا عمال احنا هو الكفيل لنا انا ايوه بالجوال فلوس تجيك اعلانات وانا وياه مكروفين ايش ناقص ايش ناقص لو قلت طيب خلاص احنا نادي جوال نبينا نذوق الحين ذواقه وش الصوت فيه؟ خايف ها؟ أساعدك؟ لا بعدين تساعدني يا بص جاي أساعدك أنا تساعدني يوم خلصت ما باقي شيء خلاص خلص وين الرز؟ وين ما حطيته طلعت الصحن يعني تساعدني أن نشيل الرز نكبه بس صح؟ لا أطلع الصحن أغسل أيوه هذه بعد شوي أول ما أحط الرز أنا تجي تغسله بيض الله وجهك حبيب. والله أنا كطيب من فواز يا محمد ايه ما قصرت والله امدحني في المايك اللي عندك المايك امدحني ايه في المايك ايه ما قصرت والله الله الله يعطيك العافيه والله انك شغيل يا ولد شوف شوف رايد ها شوف يا سلام هذا بين الشوطين تغسله شوي تغسله ها بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا الحيمات تشوفون ولا ما تشوفون الان نذوق
فيها لسعه بس لذيذه. الحين الان نبدا نملح. نبدا نذوق ثاني مره بعد ما ملحنا. بيرفكت. نرجع على النار وزي ما قلت لكم اكتمه 7 دقائق 5 دقائق بعدين نحط الرز عشان كذا الملح يتداخل مع اللحم ويتداخل مع هذه. طبخي انا كذا ممكن انه عادي احط ملح بعدين احط الرز بس انا احب كذا. 7 دقائق وانا ارجع لكم. بعد 5 دقائق نبدا الان نحط الرز بس خلنا ننظف الرز من المويه. هذا قصدي انه الملح. خلونا نذوق للمره الاخيره. تعال قاعد اذوق. ممنوع احد يذوق يا لما رايد. انت بدك تذوق اكل رايد. عطني عطني تكفى. يلا مره واحده بس بدوق واحد بس. رايد ها مش هذا مش حلو لذيذ. ايوه اي مزود الملح شوي ليش؟ لانه باقي ما حطيت الرز. الرز يبي ملح. اي 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 والله لذيذ لذيذ لذيذ. نسينا شيء. اوه فكها غسلها. سبايسي سبايسي ترى غسلها قال شيء. كم شيء حطيت انت ما غسلتها يا النار ملوي. النار تحرق السم يا النار تحرق السم. غسلها لازم بكتيريا كلها. هذا مو بحق بر مو بحق. هذا لو طلع بر شو بيصير؟ هلا اطلع برا انا اعلمك بس اذا نظافه. هذه اسس نظافه ما لها دخل بر وما رجال. والله العظيم انا والله مش حافل قدام يستاهلك يستاهلك. الآن نخليه على نار عالية لمدة 8 دقائق وبعدين نقصر عليه لمدة 6 دقائق وبعدها بالعافية. بس صير شيء مهم. وإذا ما أنت مشترك اشترك الآن. أقسم بالله وقف عزيزي المشاهد يا بعد قلب الله يدخلك الجنة. وقف الحين اشترك عندن اشترك ما عليك أهدن من كذا صدقني. وصلت يعني انت وصلت اللقطه هذه وصلت المقطع يعني الى الدقيقه هذه. اي فوق الساعه وصلت انت الحين. حلو يعني مستمتع. طيب انت استمتعت خلني انا استمتع بالاشتراكات. اشترك الله يدخلك الجنه ويوفقك شرح صدرك يا رب. هذا فيري ولا غسل لا هذا بدا بديده مروح. انا المشكله اني عرضت على الغسيل لاني عارف انه بعدها فواز بيغسل بعد الاكل. الواحد يبغى ينسدح ينام تغسل ليش؟ شوف اتوقع رايد جالس يغسل فواز. يب تعطيه كذا مسحه تاكد بس من نظافته وكذا انت غسلت صحن. فواز ولد غسلت خلاص. ايه بصحيك بكره بذي فحم. هذه سر الطبخه بعد شوي اعلمكم ليه. بسم الله وعلى بركه الرحمن. اول شيء نطفي على الجمر. كفي هذه نص شغال. اوه ورب الكعبه ريحه خرافيه. ما امدح عشان كبستي بس والله ريحه خرافيه. البيت كله من تسر الريحه كل البيت. ناخذ الفنجان نعبي زيت كذا كذا. ايه وجهك فيه النوم. وجهي فيه نوم على ايش انام. والله انا مثلك والله. والله اني مثلك. انام عندي لا لا تنام. والله العظيم اخلص عليك الساعة 11. كنا الساعة كافيين طالعين ماشيين رايحين. صادق. خلنا قطة اروح اخلص كبستك ذي بس. قطة ليمونة ثانية وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام. يبينا نقفل عليه على نار هادية لمدة 5 دقائق ولكن يبي له ذواقه شوي. يبي له ذوق يعني كيف ال 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 اسمع ها ماني مرتاح بالشكل. ليه؟ ما ادري احس الرز لك عليه شوي. لا هذا رز رز انت تحب الخابص؟ صادق والله حب ودهن هذا يا حبيبي. يا حبيبي مع لبن والله تنام يديك دوخه. انت تحب اللغويص؟ تراني انا احب اللغويص بس فواز اعرفه ما يحب اللغويص عشان كذا قلت انه اسحب عليه ما بيشوف اصلا شو الرز اللي قدامه. صادق والله بياكله بس. لا 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 ها
ما ينحط مرات هنا يا بنجالي. لا لا تحط مرات يا اخي. هاي ليه حطيت مرات؟ اسمع والله العظيم مرات ما تنحط كذا تكفى. طنق طنق. لا 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 بهارات ما تنحط كذا تكفى، شلون تحطها بعد الرز؟ مجنون. خذ نقطة خلاص خليها. نخلي هنا لقمة السعادة بعد شوي، ثم نقفل عليه. خمس دقائق بس. على نار هادية. ورب الكعبة رهيبة. بالعافية والله. أكلت لي فيها بهارات؟ بالعافية. نم نم نم. وين أنت مشترك؟ اشترك. نخليها عشان نلطي فواز ومحمد تكلم عيالي. فواز يحب ناشف، محمد يحب خابص، فبخليه بين الاثنين، لا هو اللي خابص ولا هو اللي هذا. انا اتفق معك والله انه كذا حلو. ولا اسمع رايد. ها هنا 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 رايد رايد. ها هنا هنا يا اخوي. كم دريش هنا يا ولد؟ ذا ماب ولا ايش؟ دراج كثير هنا والله. سكيب روم رايد. ها حبيبي. ها شو تسوي انت؟ وجع وجع على من طالع. خرب بيت القهر. باقي 4 دقائق الان. ما في سفره؟ طفشت انا طفشت. مش طرايد شو اسمه فواز. تبي جوالك صح؟ اي ابي جوال. ما ترى مكترت. طيب ما في سفره؟ لا اسمع. ها جريده؟ لا طبعا لا. ليه؟ جريده 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 هنا تعتبر من التراث، تجي تحط سفره تاكل عليها. لا طيب زمان كانوا ياكلون عليها. شوف هذا الجرايد هنا. لا لا بدون بدون. انت صغير بتكب الارض؟ ما انت بصغير تكب الارض، بناكل بدون. انا ما اضمن لك بس ابشر. طيب ركز معي. شوف 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 العرق اللي هنا. ايوه انا تعبت فانتم تنظفون بعدي. انتم هاي فواز صح. انا جيت غسلت الصحن، قطعت معك ليمون، اقنعتني والله. ذكت انفاجأ بعد ما يشبع هو اذا شبع يستانس ويرتفع عنده هرمون السعاده. فقول انا ما يرتفع عندي، انا يرتفع عندي هرمون الخمول. بنام. يلا يلا خلصنا. يلا تعال يا مصور. الان خلصنا. ليش ما حطيتم العصيرات هنا في الثلاجه؟ وينها؟ لكم بفريزر. بالفريزر يا ويلي. لا 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 ثلج بيصير طعم مويه. يلا وزعهم وزعهم. خذ الزبادي. اي هذاني رايح رايح. هذا الزبادي. ها الزبادي هنا ما حطيته في الثلاجة. هلا توني طلعت الحين. ما بي ثلج. يلا تعال الحين يا مصورنا العظيم عزوز. يا جماعه خرافي دليله سنع مصور يضبطنا كل ما تحتاجونه وتحت سقف واحد. عزوز الغامدي اسبونا. خلصنا باقي كتمه بعد اخيره. هذا النهائي. كبيسه كبيسه. هلا حمدايب والله بدون ما امسكه والله. طيب الحين وين الملقاط؟ ناخذ فنجان الزيت نحطه هنا نثبته. صح صح نثبته. ناخذ الفحمه ونحطها داخل الزيت ونكتم على طول دقيقتين بس وننكبه بالصحن. خليه ينكتم. الليمون. فواز يلا فواز. بسم الله. اتوقع انه خلاص تنكه ما شاء الله. طبعا اخلطها بالملعقه عشان يفك معك. لا ما عليك. بسم الله. رطوبه رطوبه. احتاج حر. شاور احتاج حر شاور. حر حر. اي عطى يمين يسار. دركسون دركسون. اي خلاص بس 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 بس. وهذه كبستنا يا جماعه الخير ما شاء الله. يلا فواز تعال. خليه تعال. خليه هو ياخذ. لا 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 يقول انا شلت معكم. صح تسوي حركه. صح اقنعتني. خلنا نغسل واجيكم. يلا بسم الله. بغسل انا وبجي اجلس والله ما انتظر احد. والله اني جاي بسويها. كان ما ادري اذا انت تبغاه ولا لا. وش هي؟ كذا لازم اخض. انا مستعيد يابس. فواز برد اركب. يلا نايم 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 وجهه نايم. بسم الله ما شاء الله الكريم. يا مال العافية والله ابو مشواع يا حبيب قلبي. بسم الله. ترى انا ساعدتك. ترى جرب الله وجهكم. جرب يا... ترى خليته شوي ناشف تكفى شوي قنابل عشانك. شوي قنابل ابرميلك قنابل شو تكفى انك كثرت. ايه في 3. يلا جرب لقمة. جرب مكسيكو لقمة. بجرب احنا اذا بديت ما عاد ابغى اسوي شيء. لا تكذب علي فواز. رز القديمين يا عيال. لا تكذب علي. اللي يصير دهن فيه الثادي. ترى زودت النار يعني خليته على النار زياده عشان مكسيكو يبي خابص شوي. ما لقيت الليز بالسياره يمكن. يا الله بالله بالله مكسيكي كيف تكذبون علي يا عيال.
لا عجبني لنا ستايل جداتي. إيه. يب هذا اسمه كبسة قديم كده. بط 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 بط. هلا شوف 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 اللي جاء عندي هلا وسهلا. أقول شوف اللي جاء عندي أنا. أوه. يا هلا يا هلا بالخلطة. تكفى اشتغلها. شوف شوف شوف. هذا الزبادي عندي. زبادي حلو. بعدين تقص الليمونة بيطلع حبوب حق هذا. بعدين تحط ليز جبنة. مع شوي رز. وروح ودعك اللي ما جربها انا ادري بعضكم يقول ايه شلون تجربوا ليز جبنه مع رز وادعولي بس لازم زبادي طب اسمع عطني جرب والله بجرب روح عندك الكميه وزنها جديد انت ما كثر لك تبي هو من زمان يعني ها جربتها من زمان كيف هو لذيذه والله احلى شيء لو فيه حار بالله كيف ليز والله العظيم الحمد لله يعطي نكهه كذا حلوه شوي حموضه تعرفني مع رز انا ما صلي الحاشي ذا ب 20 ريال شفت شلون؟ ب 20؟ ب 20 اي الدرزن واحد يعني كلها ب 60 70 مع الهلالات والريالات انما العافيه والله يا ابو يا بعد روح بالعافيه يا كثر الله خيرك والله بس والله تدرون شيء حلو يا صاحب المكان واسلوبه استقباله لنا بسم الله ترى ما يعرفنا انه مشاهير لا ما يعرف ما يدري مين رايد مين فواز ما يعرف بس انه كذا ترحيبه لنا ويا مرحبا لنقصكم يجيب لك رجال والله 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 مره مره هي من جاي البيبسي هذا بالثلاجه؟ هذا بالثلاجه حقه من يشرب بيبسي الحين؟ قسم بالله العظيم اني ما احب البيبسي ابدا ولا اذكر اني طلبت بيبسي الا قبل ايام كنت اكل صاروخ شاورما قبل 10 سنوات والله اي صاروخ شاورما بيبسي صاروخ شاورما بيبسي حمضيات تدرون والله ما عمري طلبت كت ما عمري طلبت كت عيال ابي حمضيات واشربه كذا لازم اكل بدون اكل مستحيل اصول حمضيات اصول لبن لبن جدي حتى اسمع على الاشياء الثانيه مثلا مويه والله اخلص اكل كل شيء بعدين ان شاء الله احلى شيء انت الصحي والله تفهم الحين مال الله جمعنا اقول تعشينا وكفر الله خيرك عافية بعد جاد الله عليك يا بعد روح خلصنا جميعا انا بعد الاكل قلت ان فواز الحين بيسفهل ام الصحن بعدين قال تعرف ليش؟ اكل ودلوخ لا ما تدلوخ باقي شوي كيف تدلوخ؟ كيف تدروخ؟ يا اخي الاولين كذا خلاص جت الساعة 11 يدوخ يا وش تبغاني اسوي وانا صدق هذا هو ابي خلاص 11 ما عاد اشوف شيء ومعها جواله خلاص ركز على كلمه جوال شوف شيء اول يوم عاد ما في الا دحت اقول لك الحويل نروح جدول بيت قديم ما نضمن اي شيء هو زخر ليه دور عظم شوف المكسيكي ترى هو العظمه المكسيكي بينام على السرير وانا هذا الشيء لا اسمح اطبخ وانفخ فاروح جيبه وتعال اجيبه وارقص بكره لا والله انا دايم انا بجيبه امشي بقومي طبعا عشان تكونون بالصوره يو اصبر الصوره الصوره المايك طلع المايك. انا خفت قلت يمكن تلحمها باقي اسوي كذا بس لا لا دقيقه وش اسوي بدال الحين يلا المشكله خليه يمشي معنا حطه بجيبك يعني احترافيه خلاص حطه بجيبك ما في احترافيه هذا المقطع ما في احترافيه في مايك خليته دودل وراك بسم الله طبعا عشان تكون بالصوره هنا ما في الا سريرين والمكسيكي راقد هنا الله مساك الله بالخير السلام عليكم شلونك تمام طيب ان شاء الله الله بالنار حبيبي يلا هناك يبا يلا ما تنام بالسرير لا ما تقول تكفى رب البيت رب البيت لو يجي جدي جدي يجي يمشي من هنا يقول سلام عليكم كل مكسيكي نام اقول لا لا هذه مبزره هذه مبزره انا من اول سادح هنا اغراضي شنو شنو انا ما سدحت ما تنسدح طيب شنو يا انا بطلع شنو صغير انا بطلع والله ما تنسدح بس نحط هذا هنا والله ما تنسدح بنسدح غصب والله ما تنسدح ترى شوف انا الحين نص طاقه اي وين بتنامون؟ ايش في قاعد يهايط علي ذا؟ لا 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 ما هايط ما طيب كذا وين بننام وين؟ وين؟ هنا صح ولا لا؟ ايوه صح ولا لا؟ ايوه ايوه وباخذ كدت كتله حفله طيب اسمع اسمع طيب وين حطيته كذا مظلة علينا كلنا طيب ايه شوف بدا 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 يلا سربم يلا سربم يا النفاخه يلعب انت سرير احطك هنا وانام عليك قم 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 انا مكاني هذا يا اخي اسمع انا خلي نام هنا نام هنا في ارضي لا رايد رايد طيب لازم نشوف اسمع انا ابي سرير
والله شوف عمي ما بالك ولا سري بس خلص قضينا شوف قدام انت بنت 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 والله في مويه والله في مويه والله صدق خليك من المويه ها عدلت الجلسه هنا صارت سفع اكيد يصير كذا لا نلمس انعفط والله انه انعفط شوف ما لا ما ينعفط يا عيال لا لا انعفط يا رب يا رب من الاولين يا عيال لا الاولين ما كانوا ما كان عندهم الاكل دالي والله تساوي مو بكذا ايام ايام الحروب ما في واحد ضرب ما لا مو ايام الحروب اكبر واحد دربحه كل يوم الحروب لا هم دائما يجيك سر من تفخ يجيك داخل البيت ها يا ولد يا ولد يدخل كذا صح ولا لا 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 معروف كلهم نحاب لا اي نحاب يا عيال ما في كل الاكل كذا نفس اسمي نحيف مكرش شوي والله انت ممكن انت مكرش دبن ذا طيب يا حاجه ورقه مقص اثنين يمون عشرين كيلو باميه اثنين يلا كيلو باميه كيلو باميه انا انا والله والله كيلو باميه كيلو باميه وش كيلو باميه طيب عيال وش الحل كيلو باميه كيلو باميه انا موافق بشوف اطلب باميه حق انا موافق انا موافق ما انت موافق اطلع برا ايوه اللي مو موافق طبيعي نجيب لي ايوه ونمحطن له طلعين يطرش والله في خسارات اثنين على واحد صابر عليك كثير ايوه واحلى ما في خيرك سوى لا يوم وكلت وشبع انا ما عندي لا جوال ولا وش معاي معاي ايباد صابر عليك ما معي ايباد ولا بار معاي زنوبه تبغى كل واحد ياخذ جواله خلاص انا بروح هناك غرفه بس بشرط اخذ جوالي ايوه انت اثنين سرير انا جوال انا بروح انا ابغى جوال ما ابغى ارقد طيب كيلو باميه خلينا نجرب يا عيال ليش كيلو باميه كيلو باميه اللي مختلف طيب قبل قبل, قبل كيلو باميه صار كيلو باميه وطلع علي وين ارقد انا فيه هذا فرش في فراشينا تروح هناك وين ارقد لحالي لا طبعا كذاب هنا مويه وين تنام ننام كلنا سوا بس كيلو باميه وين ارقد فيه صح تم. كيلو بامي على وشه خلاص انا قلت سوى كيلو بامي هنا اللي يخسر يطلع لا 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 ننام كلنا لا 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 كيلو بامي كيلو بامي يمكن افوز لا لا تفوز والله انت تقترع وتلف انا بكيف ما لفيت ما لفيت يا ترى قدي واصله منك هنا انت ايه لا قبل شو قلت بس كم فراش من اثنين كيلو بامي من ياخذ الفراش يلا كيلو بامي برا هو طلع بيني وبينك الحين يلا لا. كيلو بام الا بمزاجنا هي كيلو بام خلاص فزنا وياك ناخذ اثنين يلا بالضبط واحد واحد يلا. انت تاخذ السفراجين تدبلهن بس ما يحتاج انتم بتاخذون دي ايه بالتوفيق والله وش يعني؟ لا لا خذوه خذوه تعال مكسيكي بلا كاش مكسيكي ها؟ بلا كاش انا سادح عليه العصر مكسيكي هذا يعني افضل السيئين وش هذا؟ انت شخيت يوم انك انت توك جالس هنا يا مخيس وكيلو بام انت يا مروح انت جاي توك هنا يا نتن انا جالس هناك على المغرب الله لو اضحك تطلع الحمى يا عيال لو اضحك تطلع الحمى عندي فكره في فراش ثالث وينه؟ لا واحد اثنين لا اف اف شلهن تلقى ثلاثه توقع يا اخوي اثنين والله صدقني شوف والله يا لسان والله اللسان هذا واحد هناك في اثنين ابغى ارقد في ذا يا شوي ذا لا ما ابغى ارقد فيه لا وين؟ اي والله شوي وش ذا؟ يعني اللي بياخذ ذا يدبل والله اللي عندكم افضل بكثير والله طيب مكسيكي ليش تطلع الرئه حقتك رجع يا وشو في سابين يا والله سابين مليان مكسيكي انت كل ما طلعت شيء طلع منه شيء وسخ ايه هذا ما اخذتي عجزتها هذا ما اخذتيها انا اليوم نمت عليها في سابين طيب شوف هذه ها خلاص عجزتها يا عيال هي خلوني انصل ورب الكعب انت ضارب ما عندنا جوالات نضارب يفرقنا مكسيكي بدنا نرجع نضارب يفرقنا مكسيكي انا هذا خطر على الزيت الله ترى الفاي مسه طيب يلا عشان نرضي الجميع خل نروح هناك كلنا يلا يلا يبا يلا يلا قوم بادي بذي اي خذ يلا يلا يا يلا قوم قوم يلا يلا خلاص ايه لازم سواسيه اسمع ما عندنا مع سرير الاثنين يا تاخذون سرير كذا انا باخذ بطانيه دي يعني انا نقعد بدون بطانيه يعني ولا وش اي بطانيه كل شيء يا اخوي هذا فراش تبغاه لا 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 خذ امسك خذ الحاف وعطني خذ المخده وانا باخذ الحاف عندك انا برقد فيه عندك 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 وشو جالس عليه يا اخي خايس لا ابغى الحف ذا جازري انت تتكلم عن ايش الازرق هذا ايش هذا ايش برد وجه كيلو باميه يلا قوم 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 يلا يلا نروح كلنا سوا افضل واريح تعال في شيء عيال هذا منظر غير مريح هذا لازم انا قسم يطلع. بالله انا بدي يرجع لي ماضي قبيح ساو يشوف واحد يطلع بوكس كذا انا ما اتحمل تكفون يا طفوا لا تضحكون انتم شو انتم شوي طفيها شوي ها
هذا الجسم كله خايف من التلفزيون يا عيال. طفى يا عيال، اقسم بالله اني ما اكذب انه بديت اخاف. ورب الكعبة واقسم بالله اني بديت اخاف. طب ليش الغرفة دي مظلمة؟ شو تخاف؟ اني اخاف من مخلوق في قلبي مرض. نحن لا نخاف الا من الله. بسم الله. انا هنا، انا في الزاوية، انا هنا، انا هنا في الزاوية ذي. طيب عيال هذه انا هنا. وش ذا اللمبه يا عيال؟ انا هذا الدقمه. انا برقد هنا، انا بنص، انا هنا. خلاص كيفكم؟ انا هنا، انا طول. وين بالطول بتنامون كذا؟ ننا ننا ننا. انا طول بالطول بتاخذ مكيف كامل ليه؟ خلينا كذا. لا لا لا، انت تطلعني من هناك صح ولا لا؟ انا كذا خلاص مقابل المكيف. انا ابغى وانا اخم رجلك وانام. يلا والله غلط. لا حبيبي، يعني احس بغير من هنا لان ما داعي افتح اشوف الدنيا. لا 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 ما عليك. يا عيال هيك انا خايف ترى، ما ودي اطلع. وهذا السبب، وهذا السبب اللي خلاني ارقد في الزاويه. انطل وجهك على المكيف يطلع صوت سربب سربب. خلى لك يطلع لسانك هنا هنا هنا. ابى مسه والله لا اقطع. امسك لسانك بعد. ها هذا فراشي. طيب اسمع اسمع، حمار فواز ما جاب فراشك، روح جيب فراشك. مو بلازم الاولين يقول لك ينام على بحص. تمام. لا اي زين والله. إيه لا زين. هي ما عندي بطانيه. ايش ضمنت بطانيه؟ جايبها معي. اسمع ربك ياخذ يعطي. وشو يعني؟ ما ادري دبر. ما ادري اي كلام. ايه سجاده واحد ما عنده. الوضع الوضع كذا. انا ما ودي اروح. خلينا نروح نجيب بطانيه. تروح لحالك انت ابونا. ايه رايد رايد والله. حيك والله ابو مشوار. ايه ذا قريب مني هنا. يا عيال في درايش كثير اقسم بالله. إيه؟ والله اقسم إيه إيه إيه. في درايش كثير كل مكان. استكفى طب التلفزيون خايف بالله صدق ترى. انت ازاي يوتر والله انه يوتر. طيب اصبر اصبر يا عيال اصبروا. سولفوا 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 بصوت عالي. سولف عشان اسمعكم. ايوه يا ولد يا ولد. يلا يلا احنا معك معك ما راح تخاف. سولفوا سولفوا ايوه بصوت عالي. يا رجال ما يحتاج، انا هنا مطلع راسي خلاص. عيال يا عيال وش الوضع؟ طيب وشلون شو الجدول؟ اسمع جيب لي بالله دوشك معك. اي اي جيب له جيب له. وشو؟ جيب له دوشك دوشك. ابو مشواح ها دوشكي ثقيل ما اقدر. ايش دعوه؟ والله با ام الشيطان. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله العظيم يا استغفر الله يا نجم. قلبي يا عيال قلبي قلبي تكفى يا عيال. لازم ننام صدق يا عيال، راح الوقت والله لازم ننام. لا لا لا. طيب سكرتوا الباب ذاك؟ لا اح باب العمارة سوا رايد رايد سوا رايد كله مع بعض رايد مع بعض. يلا باب هذا باب الشارع ذا ثاني. ايه باب الشارع في اثنين. ايه هذا مقفل هذا مقفل ما دخلنا معك. فتوح من كم؟ طيب نروح هذا اول. لا نروح هذا هذا قريب. هذاك روح خطف اللمبات يا اخي. خطف اللمبات انت شبي مجنون انت اصلا ما رحت بان. في شيء يدعي الخوف. بسم الله بسم الله. اح الغرفه ذي وش فيها الغرفه؟ تعال ايش ذا البراد يا عمي. وش ذا المساحه يا عمي تخرب. وش ذي؟ ننام هنا. لا لا ما نبغى نرقد هنا. لا 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 هذه وسيعه يعني اذا جانا احد ما يمدينا نحشره. اي نقدر نحشره صغيره اول ما يجي نجلس عليه. اي بس انت ما بين ايش؟ ما بين دخلت بابين وما بين دخلت بابين. هنا تقدر تزبط. صح. وهنا احس انه شو هذه على الشارع ذي. بعدين فيها ثلاث درايش. هنا اسكيب روم ندخل نحس نحل الغاز. على وشو؟ على الحمامات. سكر اعوذ بالله من الشيطان اللهم اعوذ بك من خبث الخبائث. انا يسمى بسم الله. طيب عيال سكرت باب الشارع. استغفر الله استغفر الله. يطفي لما تقل. كفل كفل كفل. طب قفلت الباب؟ قفلت الباب؟ الحين بروح رايد قفلته؟ لا دقيقة دقيقة سكرت باب الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني شغل اللمبة والله ما يصير كذا ترى. هل قفلته؟ بسم الله يعني اصبر 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 خمس شغل لمبة. يا اخي الباب الثاني الباب الثاني ما قفله. يلا 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 امشي 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 معنا معنا معنا. انت محتمي فيني؟ انت محتمي فيني انا؟ تسوي نفسنا عادي ها؟ ايوه. طيب عيال وش الوضع يا اخي؟ والله من زمان يبي لي ابث انا بالكيك والله. وقت بس بالكيك؟ يب. ايه وش البراد ذا؟ صح؟ الجو زين هنا والله براد. الجو حلو. والله براد. شوف مقفل يا اخي ما راح يفتح. اي بس انا بالمزلعة. بس بس بس. وين طفي اللمبات؟
يا قلبي وجعني يوم مكسيك خرشني. هذا مقلط ريحه حطب. امشوا طيب نطفي اللمبات يا اخي. خلاص يا اخي امشي خلاص امشوا. انا اقول هذه خلوها يا عيال، هذه تهيب المكان. كنت ادخل قبل يمين حي عينك ابو مشوار. امشي امشي بعياد حسبوني خاف انا صدق. لبى قلب صدقين انتم ما خاف ترى امشوا حي. هلا يا 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 مو بال يلا نعمل الوكيل. سكر الباب هذا سكر الباب هذا وخذ المفتاح عشان ما يقف علينا ويقول يلا من برا الباب. ما جاب لك فراش. جيبوا اعرض فراش تستانس. جيبوا فواز. الفراش ما ابغى يا عمي. قلت لك ايه مكسيك اخويك. بس دقيقه تروحون تدخلوني حالي. يلا رائع فواز بخوي. يلا بخوفك. لا بخاويك بخاويك. ايه تكفى تكفى. ما ابي والله قصف. لا امشي معي يا اخوي. لا صدق والله امان امان والله امان والله 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 انا حلفت يا اخوي. ما في شيء فواز تخافون ليش؟ امشي 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 يلا يلا. انام انا خلاص. طيب امشي بتنام على الفرش هنا. لا 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 امشي. والله العظيم انه عادي. لا 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 يا عيال هذاك ترى بيوجعني اكثر لسبب انا بصير على الارض. حلو؟ اذا صار على الارض هذا حبوب ذا مو بدوشه. اذا ما تبغاه باخذه. خذها. لا لا في في قطن. يلا امشي معي ناخذه. ابلش. عشان تاخذه له يلا. امشي. عيال. فواز مو لازم تاخذه. والله العظيم اني داري. ياهو. بجيك ام شواح. ولد الله ما تبغاكم. ما تبوني اخويكم يا عيال. لا ما يحتاج. والله اخويكم. خلوني لحالي مجنون انا. حيك والله مش واحد. يلا كله عطنا هاند. روح امور طيبه. روح الامور طيبه. حياكم يا مرحبا تفضلوا. فواز وشو؟ ايه ما انت كان ما تبغاه؟ خلاص انا بروح للجهه هذيك اجل. لا 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 امسك هذه بطانيه لك جبتها. يعطيك العافيه. نمسك احقاق للحق. بعيدا عن الاشياء انا تصير موقف خوف كثير احيانا لما تحس بموقف رعب تجيك وحشه من المكان. ايه هنا لا تحس فيه في راحه. يب هنا مره في راحه. هنا مره راحه. صارت لكم يعني مواقف. يب بس هنا اقول شيء قسم بالله اني انا مره مرتاح. ايه في راحه قسم بالله اني اتكلم صادق في راحه. يعني بالعاده لما تصير اشياء زي كذا تجيك وحشه قبل ما يجيك. يب لا هنا راحه ما تحس. تدرون عادي عيال اذا بغيت اوسوس وافكر انه اوه جني عادي يجيني جني معصب. سيدي جني يضحك ان جيني واحد يقول لي هنا بموت سنك حاشرك في زاويه يعني ايش عندك ما عندك ممكن يسوي او يجي معصب كذا اقول يلا خلينا نرفز اكثر وازبن بس يجيني يضحك بس اسلم تعال منو بتبدا من هنا ولا كرش كبيره فيجي ينزل بياكل كرشتي طع اسمي ياكل ما ياكل ترى الاكل ها مش يسوون يعني بيوسوس فيك يدخل بعيني بس خذ بعينك لا الشيء الوحيد يا اخي موضوع انه انا اكثر شيء يخليني اشيل هم شفت الحين طالع جنبي تروعني انا يمكن يزوغ عقلي ما احب عنصر المفاجاه يا وجهي اشيل هم حلو يعني بتسويها شفت كدت لا ايوه اي واحد يخوف الثاني كلنا نقلب عليه خلاص هدنا هذا كلنا نضرب لين يطرش تم اللي يخوف الثاني نبدا نضرب لين يطرش حتى المصور ورب الكعب ممكن نسب شوف الكام خرش اهلي هذا بقى باقي ركب كم خلاص كل مكان كل زاويه يا ساتر يب كمات كثير والله طب خليني بقى اقوم يو حتى تفصخي بيبين ما عليه عادي يا ابن اسمع قبل ايام زمان ما حد يملك صح ما حد يملك حتى اللي بيتابعونا الحين بيغمضون غمضوا عيونكم صدقني بيغمضون والله خصوصا اذا هو ياكل وشو هذا لا غمش على بطنه تاكله غمش يا عدوى بسم الله صادق بسم الله اي والله صح بسم الله اللي بينام على بطانيه جديده ولا كذا ينفضها ثلاث مرات يسمي نعم انا ما ادري هذا وش هو اصلا لكن عارف هو كان سنه ما ادري هو ايوه صح قبل ما يعني اسمعوني ياخذ جوالي اضغط فيه ولا لا لا صح كم صمنا الحين كم اليوم والله انه قربنا نكمل يوم وصول. سلم علي يب. بيض الله وجهك على هذه الصملة اقسم بالله تحسب لك والله شكرا يا والله حبيبي ما قصرت طيب عيال ابي جوالي بس ما راح استخدمه انا ابي يستخدمه المصور يصور لنا صوره ذكريه بس تكفوني عيال صوره ذكريه مصوره ولا ودي اصور لامي ولا المكان حارميني
خلاص ياخذ الجوال. اي والله دام قال لامه. اي والله دام قال لامه ما اقول له. ايوه صورتك ياخذ جوالك ويضغط تكفى عزوز تكفى انا اسف والله اني اسف. تبيني اساعدك اخويك عادي. جوالي بالسياره جوالاتنا حاطه يسار. طبعا هنا المكان امن ما في احد بيسرقني. جيب الجوالات كلها عرفت. لا لا امن جوالي صورتك كريه ارسل لك يا اخي امن يا اخي باقي النام نصه خلاص انت اليوم هاي جاب جوالي بيصورني بصورتك كريه انه كنا نسولف كذا بس كنا مسفهلين مستنسين. يلا ايش سولف كذا. ايوه صور تسولف ولا اي لا كذا صوره فيديو صوره صادق. يلا شوف ما مكسيكي ضبطت بس مكسيكي كذا ما مصمم عادي اخذ جوالي شوف كيف ورني تكفى وحتى مصور مانعنا خلاص قلت شيء ما بشوف اهم شيء نصور يعني حبيبي ابغى اشوف انا شكلي كيف تنزلها صوره تذكاريه ما علي معلش 11 لا لك شيء لا 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 مو لهلي بس ذكريات عندي المكيف يطلع الصوت والله يجيب النوم طيب الله وجهك حيك والله حيك لا عطني انا رحت يعني صرفت معه صرفت هذا كيف الطبخة شيرة ابن العمام حق الجوع يوم سمع قام يسكر انا هذا الهولان يا شيخ بس عيال المكيف ورب الكعب انه يجيب النوم ايه في رطب كنا وانا خوف انه يرطب علي صدق بماء انا فاضي هنا البراس طلع من هنا صح ولا وزغ من هنا لا لا ان شاء الله لا ان شاء الله ينقز بحضني هنا بقطعنا ما في شيء بيجيك وقدر اذا جيت عليك خلاص يجيبها مستحيل والله مستحيل اسمع اليوم نبي صوت مكنسة صوت شيشه شاخر لا والله مستحيل اليوم ما اقدر بعوي عليك بس هي بردك بس اد الكنداب بس تخشمك ايه اسمع ايه اسمع طيب اسمع لا لا اسمع لا تنامون هي ممنوع احد ينام لما انام انا حلوه دي انت خلاص فلت امها تراك والله العظيم يا رايد والله والله فله بزياده ما فيكم تنامون قد الحالي انا يجيني ساو من هنا السلام عليكم تسجيل دخول لا انام بعدين تنام يا حشره خلفت ونسيت انا والله اني ارقد والله خلي يجيني بس طيب شوف ذي لو رب البيت ما تشغل مكنسة ما تحلف علي ايه بتنام صدق ايه طبعا والله انا بنام يا راي قل قسم بالله ورب الكامل يا عيال لا لا يا عيال يا ويلي حشران ورب ابن حمام مش خاوني ما تطير عيونك علي يعني ابرجف قم اجسرك وتجسرني ايوه الحد العنصر نص شاي بعيد الحمار والله بعيد ويروع اي والله يلا ترى مصور طش عينه كاميرات بكل مكان مخليه اي والله ما ادري وين صار ما ادري وين شكله هو حلقة الخير هو الأمور طب اسمع تدري اني شفت عادل ينام على جواله براعم ايه انا انام على جوالي ايه والله اما يلا ما عليك يعني انا انام كذا ساكت صادق انا ما ارقد لو صامخ بعيني ليش كل كسر الضوء انا ما انام الجوال شغال على مقطع انام وهو اذا طفي المقطع انا خلاص لا وين والله العظيم بسم الله يا عيال نمت مره وانا تابع مقطع تيك توك حلو كذا ما كملته نمت وش صار تكرار يعيد حلمت حلم عيال على صوته هيك كرهت تربن بندره بداده تربن بندره بداده تربن ينعاد ينعاد والحلم انا قاعد اهرب لا صردبم عيد العلم الخوف بغيت انجن وش تسبام طلع نقطه لقيت على نفسي لقيت على وكفلت على المشهور ان شاء الله انه سامحني لاني سفلت فيك تسفيل منو ما ادري منو بس انه قاعد ينعاد بالعلم وانا قاعد اركض ينعاد صدبدبا انفولو جاني النوم ما صرت ادخل تيك توك قسما بالله عشان ما انام من عاد المقطع يجيني سبام مخي
ينعاد ينعاد وانا قاعد لا 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 والله ترى الشعور زق والله العظيم انا اركض ينعاد انا ليش شكلك خليك يلعقني بالصوت سرب هذا بنت 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 ولا لا 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 بقيت انجن ورب البيت والله 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 ما اكذب والله اني صادق انه ينعاد مو معي بالعلم ينعاد وانا اتوقع اني اركض ما ادري الهث ما ادري حس القفله خلصت قال تعالوا واو لا انت قال يا الله تخيل ابو جاره يمس يطلع هو يطلع هو يطلع هو الملك حق القريه ذي ترى وارد شبيل الساحر وارد تلقى جالس الحين في الحلم سبو سبو يصنع جنون اه تعبنا يا خلنا نسكت لمده دقيقه ونشوف هاي خلنا نسكت لمده دقيقه تسمع اصوات غريبه ايوه 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 لا تركز ابي لحظه هدوء حلو لحظه هدوء حلو وعزيزي المشاهد انت تشوفنا الحين باللحظه هذه اللي احنا هادين فيها اشترك عشان ما نخسر بعض انزل تحت واشترك صح يلا صح. ايوه خلنا نسكت واحد اثنين ثلاث هب من تكلم بطنه قب في صوت بطن والله العظيم في صوت بطن لا تتوخر هذا وش الصوت صوت من فمي ها من فمي هش هو احسب انه بطنك دقيقه يا وش تبغى تروح بشوف عزوز ثواني بس عندك بس العزوز دقيقه بجيكم سولف لا تنامون عيال لا اجيكم نايمين يا ويلكم اي تمام اي طيب انتظروني ها يلا ان شاء الله يلا يلا عزوز 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 ابي جوالي ثانيه بس ثلاث ثواني تكفى عزوز تكفى اي دقيقه بس ركز معي ركز معي الجمهور احنا نزلناه من اختفينا 24 ساعه فتقرشوا فودي انزل الصوره شفت انت قلت لهم تذكاريه ابي انزلها بس والله ما اكتب حتى كومنت اقسم بالله كومنت والله ما اكتب كومنت بس بنزله خلاص حاط جوالي سريع حاطه تحت المخده جوالي رسائل كثير بس والله ما اشوف رسائل والله عشان انا ما اقدر يا بس بنزل صوره تويتر خلاص نوم العافيه يا سيد ابو ابو ليث قلت لك ابو صاء ابو صالح ابو صاء حيو طولت يا ولد عيال طب اسمع اسمع جيت على موضوع حلو فتي موضوع وشو ايش تبغى تسمي ولد يعني ابو مين تبغى تكون غيث حلو غيث ترى والله ابو غيث حلو غيث والله غيث غيث باذن الله اذا ربي رزقني بمولود يعني تزوجت وجاني مولود غيث وانت مكسيكي اسم الوالد علي بس اخوك تسمى على سبقك ايه سبقك بها آه اي والله فما ادري للحين ما ادري والله ليه يا عيال الشهاري ونعم الشهاري وكل القبائل وايوه الجنوبيين وخاصه الغمد بعد ايه؟ علي عندهم كثر ياب 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 كثير صح علي وزي زي القسمان وش عندهم منتشر صالح صالح سليمان ايه سليمان صالح وسليمان ترى حتى الجنوب سليمان موجود ها في الجنوب ترى ولد اخوي شو اسمه الحين الكامل علي سليمان الثالث علي سليمان الثالث يعني علي سليمان علي سليمان علي سليمان والله العظيم انا ممكن ما اسمي علي واو عيال عيال يسمون علي وهذا يسمي سليمان اذا والله لو ما يسمي سليمان ويقطع هذا من عنده اصفقه واصفق ابوه من هذا ولد اخوي صغير ترى بس يعني له الحين كم سنه يجي هو يسمي ما في احد من الجنوب الصناعيه جنب كهربائي طيب الحين شو وضع النوم يا صد صدك لازم ننام والله يلا الله يعطيكم العافيه خلاص انت بتنام تقف على وجهي انت كذا بعدين اوه انا لازم انام على الجهه اليمين والله اي انا يمين برضو وانت اي والله انا يمين فواز يسار صح عشان يتنفس بوجهه والله بدخل ايدي كذا بحلقك لا تكفى فواز انا يمين بس يمين وانت مرتفع لا لا انزل انا ليش انزل انزل ليش انزل وش بتسوي خلاص تلف يمين بقابل مين انزل ارجع مد رجولك تحت مد رجولك والله هو صادق يا فواز هو صادق يلا والله يعني يا قابل سرك يا قابل ما ادري وشو لا 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 ارجع ورا خل وجهك بوجهي وين كنت ما كلثوم انت لا تتكلم ايه شفت خشمك شفت القنبله اللي حاطها له
اللي حاطه له لحطها كلها. اي أيوة واحدة لكم ماكل واحدة يا اخي. يب يا صد صد قي ركزوا معي. ناموا ناموا ترى بصحيكم الفجر. اي اي اكيد. يا مصور طف النور تكفى. اي تكفى خلونا ننام خلينا ننزل بعدين ننام. طب انت ورا ما ترتفع يا اخي كلنا مرتفعين لنت. احلى شيء كذا عشان مكيف طبعا عليك. وايد اي امر ثاني ممكن تخسرني. ما عليك والله ما اخسرك باذن الله. انا احبك واغليك والله العظيم اني احبك. الله يجمعني معك في الجنه يا رب. اللهم امين. المكسيك معنا واللي يسمعونا احبك واغليك واحترمك والله. نم يوه بس قرب شوي الله يرضى عليك. ولدي اي والله هذا ولدي البطل. بس صدق انا اقول لا تفضل علي. ايوه عصب علي وانت ساكت لانه لو تقول يمكن اموت من الثوب. يا رجال نم تعصب وشوف الجدار وراك. الله يعينك يا رايد. نم 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 رقيف انت ما ادري. هجت يا جماعة الخير والله العظيم انها هجت. لا عندنا لا جوال لا شيء لا منبه لا تبن. ما صحيت الا على طقة الباب والرجال جايب لنا فطور ومضيفنا ويقول الناس تصحى من الفجر احنا تونا مصاحين ما ندري من الساعة كم. يقول ايه قوموا صحصحوا. قوم صاحي العيال. اوش يا هيش عيال كم مكسيكي مكسيكي يلا قم يلا الساعة 8 قم قم. الرجال جايب لنا فطور والله العظيم من ما نستحي. الناس تصحينا الساعة الفجريات احنا صاحين الساعة 8 قم. الساعة 8:30 فاضي. يلا يا عيال يلا جايب فطور الرجال والله العظيم انه متعني. يلا تكفون والله الساعة 8:30 يلا يلا يا جماعة الخير يلا. هذا ثوبك؟ تأكد؟ تفضل. ما فهمت يعني صباحيات وكذا يعني ما فهمت. يلا يلا خلينا نقوم نتوضا ونصلي يلا. يا ولد الله وجهك يا شاء الله. الله يبيض وجهك يا صاحب البيت ما قصرت. طبعا هذا بيت الروشن يا جماعه بتويم. الله يبيض وجهك ويغنيك. الله جعل والدك قاعد يحلف الا نتغدى. كنا متوصي الله يجزاه الجنه. الله يمن العافية. آخر شيء في الليل قلبي بغى يطلع. ليه؟ والله. ليه؟ راح درس المياه حلو. الدنيا هاشدة أظلام. دخلت الحمام طلعت. الدين. الله. إيه إيه خرجت. إيه طلع صوت والله. بغى يموت والله. والله مصيبة والله النوم. بسم الله نومه حلو. مرة يا عيال ترى مكان يعني جديد. يب. أيوه. والله طولنا في النوم. شطة هنا تبقى. حلمك صعب. ليه مو حلو؟ عادي. مش متخيل يا بابا. اجحدها. حبيبي. احنا بنفس الحاجز 24 ساعة ونخليها 27 ساعة. لا 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 لا. خلاص. خلاص. جاك اللي تبغاه. خلاص. استهبل انت انا اول واحد بغيت. انت عاجبك الجو.
بس جالس تسوق علينا. عاد جو الشيبان انا ايام عمره 15 بالبحص يمشي عادي. لا والله لا لا مو كذا، انا اصبر تو جديد شوي معكم. قسم بالله انا تجربه حلوه. رب الكعبه والله اني ما ندم. انا ورب الكعبه اني ما ندم. نفس ما عندي جوال اتخانك بريال ما تقبله كذا، بس انه تجربه حلوه. صوتك عالي. انا والله استنست. يصن في الاذن. ايه الاذن الوسطى اللي هو ايه جودي اركز. ليه تطقون علي؟ انا نزلت تغريده انتم نايمين. يا نتن جوالك معك؟ لا ما تسويها. ها؟ لا والله ما استخدمت جوالي والله، بس نزلت تغريده وبس. شو يعني نزلت تغريده؟ كيف خلاص كيف؟ لا كلمت المصور. قلت له احنا خوفنا المتابعين، نزلنا تغريدات قلنا 24 ساعه بنختفي، اخاف المتابعين يقول بسم الله عليهم يا الله. الله خافوا 20 ساعه باقي اربع ساعات يا سلام. تسوقها مين؟ متابعيني ما خافوا علي. قال انا دايم تقطع اصلا ما ادري. سويتها؟ اقول لك شيء، احنا عيال اليوم عيش 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 سم سم سم. طب على كيفك عيال اليوم؟ لا تعال. ما سويتها يا ابن الحلال. ايش 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 منزل ايش منزل؟ صورتنا اليوم قلت لكم ذكريات. اوه عشان نبين لهم ان ترى فواز بخير هو محمد المكسيكي وبامان يا رب لك الحمد. علموا اهاليهم علموا ان الوضع اي مخطفين الحين اسرع اسرع. يا سلام خليت انت بالوضع صح؟ بعذرك مبسوط تقول يا سلام يومي سعيد. الله تبغى كم 27 ساعه؟ ساعتين لا ورب البيت والتصوير يشهد والمصور يشهد قسما بالله. اخذت الجوال نزلت تغريده طشيت الجوال ما قريت ولا كومنت قسم بالله اني رجعت هذا مصور والله ما اكذب. واو في فلافل ما شاء الله في شيء حلو والله. كني بداوم المدرسه والله. كني بداوم المدرسه ما نسوي بل كني بداوم المدرسه. فطور رجب طق نوم. مبسوط مبسوط هذه ليه مبسوط؟ خلاص دقت معي ترى نبغى جوالاتنا. ايه من على ما عاد وانا والله زيكم اخي عبي جوالي اخر واحد يتكلم الموضوع ده. والله اني مثل بس اني انا اسف. الله من متى في حمام هنا؟ متى دخلوا متى جو؟ زينه زينك زينه. زينه. طيب انا اقدرك واحبك ترى. ها؟ لكن هذه اخر مره رد عليك. لا والله لا 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 يا بعد الساعه 12 هذه اخر مره. عندك شيء سوي له جدول. يا في 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 جدول ثاني تحدي ثاني والله والله العظيم انه في تحدي ثاني. حال ايش ثاني ساعه لا تحدي ثاني احلى وامتع شيء تجيب تسوقهم شيء يلا جوالك معك يكون افكر وش. طيب قل لي اذا وصلت المقطع هذا يا جماعه الخير 140 الف لايك بغرق العيال 24 ساعه مع الجوال. ايه 24 ساعة في قاعة الامور. اذا وصلتوا 140 الف لايك يا جماعة باذن الله باذن الله بصور تحدي ثاني، تحدي ثاني ما بيحدد ما ادري. عادي يعطيك الجوال بس يخليك تحدي ثاني وباذن الله تجربة جديدة وراح نستمتع اكثر من المقطع هذا بعد. استمتع وين؟ استمتع. جت على ذي 150 بس تبي صدقت والله انكم ما قصرتوا يا عيال وان استمتعنا مع بعض، لا تكذبون عيال تكبرون قدام الكاميرا. والله انا استانسنا واسفهلينا وضحكنا وتجربه حلوه. انا نسبه وناستي 8 من 10 استمتعت بكل التفاصيل الصراحه. مكان جديد تجربه جديده نومه حلوه نومه حلوه. ايه النومه تاريخيه. ممكن ترى نمت وقت طويل بسبب انه ما في جوال. ما في جوال قضي الوقت ما في شيء وهذا الشيء بس السيء يعني المخلي على جوالاته كان يعني مشت السالفه. يوم بس الحقاق للحق والله شكرا تجربة أيوة والله العظيم اي والله اي والله رحنا والله مكان مكان اخر حلاوة والله هم لك الحمد ما قربنا جهري امورنا تمام الله لك الحمد امورنا اخر حلاوة اللهم لك الحمد. والله تجربة رهيبة تعرف اللي تجربة تفكر تسويها بس ما بتصمد تسويها جت كذا ترى طا 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 اي جت كذا وسويتها وكل شيء. الحين تعلمت شيء من التجربة هذه. جوالي ما عاد افكه منطقي. يا اخي عيش حياتك قديم خلاص يا اخي لازم نرجع 40 سنه ورا. ياب ياب الحياه ما تطور لازم نقدر النعمه. نعم بقدر النعمه وين جوالي بس صح. انت تسوق بالرجعه ولا ما تركب سيارتي؟ ما على المشي ما اقدر ما اقدر ما يشوف والله نظارة وانا شو قلت يا رايد
ترى مفترض انت اللي تسوق. انت تسوق. تعبت انا كبرت بالعمر. فاتح الجوال اخر الليل. ما امسك عليك ذا. المقطع بينزل وتشوف وش شلون اخذت الجوال وش سويت فيه. ما يختلف في احد في الشيء. ايه. وقتها اقول لك ابغى دقيقة واحدة بتقول لي لا ترفع صوتك علي. يبي تمسك انا ابي تمسك ترفع صوتك. لا 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 تمسكن. الا يا فواز. مسألة تمسكن. مسألة انك انت حاط قانون ومن اخلف بالقانون. هو. زيتك. وانا علمك. انا يوم نزلت التغريدة عشان ايش؟ جمهوركم اللي خايف عليكم واهاليكم. فقاعد اطمنهم. يعني ما راح يخافهم من اول ساعة من اول تغريدة من اول 10 ساعات خافوا على اخر 20 ايوه ايوه ساعتين باقي. قبل لا اطمئنوا اطمئنوا عيالكم بالحفظ الصون يعني زي كذا يعني فهمت الصورة ابغى اشوف الصورة انا اشوف هل هي فيها طبع نان ولا لا ابغى اشوف اي ظلام ولمبة برتقالية صغيرة سجن يعني اطمئنوا اطمئنوا حلو عموما اتمنى انكم استمتعتوا يا جماعة الخير اي أيوة والله اعطيناكم تجربه يعني ايام الاولين اكيد ما احنا طبقناها لكم بشكل 100% صح اكيد بس عشان انكم أيوة. عشتوا التجربه معنا هذه عشنا حياتنا الطبيعيه حياتي كرايد كفواز كمحمد بس ايش صح. بدون جوال صح سلفنا مع بعض والله حاولنا قد ما نقدر انه كل شيء يصير قدامكم صح. والله والله ما اكذب يا جماعه كل شيء صار هذا قدامكم ما نبي نسوي اي شيء من غير ما تشوفون انتم والله يعطيكم العافيه يا جماعه اذا عجبكم المقطع تبون يعني نفس السلسله هذه اعطونا من اللايك واشتراك واكتب تحت بالكومنت برضو حساب فواز ساحت والمكسيكي بالوصف حلوين وفواز قرب للمليون بعد وهذا قرب البطل قرب 3 مليون فالله يعطيكم العافيه لا نقول لكم وداعا الى اللقاء في سلسله اخرى من برنامج منكم واليكم والسلام عليكم ورحمه يعني. الله وبركاته كل واحد يقدر ياخذ جواله يا عيال سعد صالح هات الجوال جايك انا يا جوالي جوالي يلا تكفى عطني حط هاي يا حد تبرينا تبينا نرحس ولا ايش؟ قاعد تسوي كذا يورينا يا الاشعارات الله يلا جوالي صورة يلا 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 هنا 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 هنا